variation للتندونز، هل هي infiltrating للبول ولا لا؟ المارجنز بتاعتنا هتبقى ايه؟ بعمل سي تي ولا بعمل ام عشان بنتسال؟ ده او ده، يعني في البيزار توب ممكن ده وممكن ده. خلاص؟ زي الاوستو كوندوم. طيب. احنا كل دي حاجه ان شاء الله حميده مش حاجه وحشه، هنعمل بس اشعه عشان نطمن على البيوت بتاعتنا عشان ما نحطش الهالي ده مش قليل عشان ما ترجعش. السلام عليكم. شفتوا الاكس راي؟ دي بس الاشعه بتاعتها وهي خارجه. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على كيس سيناريوز، كيس سيناريوز للبيناين بون تيومر. انتر اكتف ديسكشن، يعني اللي مش عارف حاجه او عايز يستفسر على حاجه يرفع ايده. لازم كله يبقى فاهم. انا محرج انا بقول لا لا لا. احنا حاولنا نخلي المحاضره دي انها تبقى ابلايد، اللي انتوا هتشوفوه ستيب باي ستيب. كيس نمبر 1 15 يير اولد ميل بيشنت حصل له انكل تويستنج ديورنج بلاينج فوتبول. دي الاكس راي، عمل اكس راي عاديه على الانكل. هي واز ريفيرد باي ذا راديولوجيست. وات ذا نيكست ستيب؟ انتوا شايفين ايه هنا؟ اول حاجه هتوصف بلين راديوجراف سكيليتي ماتور بيشنت شوينج ذا لور تيبيا اند انكل جوينت. ذير از اوستيوليتيك ليجن ان ذا ميتافيزيو ديفيزيال اريا اوف ذا لور تيبيا اكزيستينج ان ذا لاترال اسبيكت اند اي وود بريفير تو سي لاترال راديوجراف تو سي اتس اكستنت كومبريسينج اون ذا medial border of the fibula. The lesion is eccentric, occupying the cortex and half of the medulla, multicystic in appearance, loculi, يعني في loculi, edge well-defined margin, sclerotic, festooning, yes sir. دي characteristic لحاجة معينة؟ Yes, non-ossifying fibroma. هل محتاجين further clinical assessment؟ لا محتاجين clinical assessment. ايه البوينت اللي هتشوفها في الكلينيكال ايفالويشن بتاع العيان ده؟ سكان رقم واحد باي انسبكشن سكان. يعني انت يهمك ايه؟ عيان كان بيلعب كوره ما بيشتكيش من حاجه خالص، وبعد كده لما حصل له انكل تويست وعمل بلين اكس راي يس this is an accidentally discovered lesion. انت عايز تطمن على ايه؟ And this is a common scenario we can see in such cases and why اكتشف accidentally post traumatic especially or pathological fracture sometimes by clinic examination by inspection scan previous scars soft tissue mass peripheral pulsation and neurovascular examination تمام yes sir يوجوالي هتبقى ايه؟ هتبقى بينلس لا عشان في تندرز بينلس العيال ما عندوش تندرز ما بيشتكيش منها عنده انكل سبريد هل محتاجين فيرست راديولوجي؟ مش محتاجين ام ار اي او نعمل سي تي سكان؟ نو اتس ا سبوت دايجنوستس خلاص؟ طيب السكليروزس اللي جوه الليجن ده ايه؟ ده هيلينج 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 بروسيس ده عنده 15 سنه الناتشرال هيستوري بتاع نون اوسيفايد فايبروما تور بايه؟ هيلينج سيلف ليمتد سيلف ليمتد مع السكيتال ماتورتي ات ويل هيل without any surgery without any intervention. طيب
هل محتاجين هنعمل له ايه بقى العيان ده؟ هو اتخض، انا عندي ورد اشورنس رقم واحد ري اشورنس اشورنس طيب لو هي لارج وتندر I would prefer to apply Merrill criteria. Merrill دي اللي يعني مثلا stress fracture. طب لو جاي مكسور وما كانش بيشتكي منها وفيشر هتعمل له ايه؟ Cast. Treat as a fracture. Okay. Next case. We have divergent delusion. كل صباح لما بنتحكي شباب حتى لو هي مكسوره وهي مكسوره ما بيشتكيش منها جاي يتكسر بحادثه عاديه زي اي واحد بيتكسر والكسر ده نون ديسبليز ده هنحله كونزرفتيف لو كسر ديسبليز تو ان ستيبل لسه تيجي فراكشر هتعمل فيكسيشن تتحط مش لازم تحط جرافت مش لازم تحط دكتور تروما الا لو فيري ثين بون ستوك البون ستوك ضعيف وفي كونيوشن زي اي فراكشر كانت تعملها معامله الفراكشن تروما اكسل تروما هل لازم تكحتها باي سبيد بيرد؟ نو اتس بناين ليتنت تروما اكسل اند ذا فراكشر انيشيتورز اوف هيلينج اوف ديس ليشن يس حط بون جراسه على حسب الكسر كومينوتد والبون ستوك انت شايف الكور حط جرافت لما بون ستوك كويس لا مش بتعمل معامله فراكشر عادي خالص لو انا دلوقتي اخترت كيس نمبر 2 50 year old female knee pain several months ago mechanical in nature عملت اكس راي عاديه وظهر الليجن اللي موجود ده اي ست مصريه اصيله عندها knee pain mechanical بعد كده عملت بلين اكس راي عشان نشوف الاوستيو ارثرايتس اللي عندها لقينا ده تعالى بول جلال وهذا بول تيومر ايه الكلينيكال داتا اللي انت هتبص عليها هنا باي هيستوري الاول اول هيستوري هتشوف البين ده الكونكشن بتاعه ايه هل في نايت بين ولا لا؟ في نوكشنال اكسنتويشن ولا لا؟ هل في اي مانفستيشن ثانيه بتشتكي منها ولا لا؟ طيب الاكزامينيشن بوينت اوف تندر بس عندها فين؟ عند جوينت لاين ولا لا؟ كومبريشن تيست بوست ولا لا؟ وهل في بوني تيرنرز على الديستال فيمر ولا لا؟ طيب العيانه دي ما عندهاش بوني تيرنرز على الديستال فيمر وعندها بوزيتيف لاتيرو فيبرال كومبريشن تيست. طيب ده ممكن يبقى ايه؟ راديولوجيكال لما نيجي نوصف الليجن ده حد بقى تاني يوصف؟ مين عايز يوصف؟ وايت؟ نيجي نوصف الليجن ده. هقول بلين اكس راي اي بي ولاترال فيو ديستال بارت اوف ذا فيمر انترامدولاري ليجن سنترال ميتافيزيو دافيزيال نو سكالوبينج اوف ذا كورتكس الايه لا سكول يعني سيمز سكلروتيك و سنترال كالسيفيكيشن نو سكالوبينج في البريفرال ايجز ليجن نوت اكستندد مور ذان يعني ليزن بالظبط يعني ليزن 10 سنتيمتر مفيش دايليتيشن طيب هل محتاجين نعمل فيرزر راديولوجي يعني هو في واحد يبقى مطمن انا ما عنديش بوني تندنس ما
ما عنديش اي راديولوجيكال فيتشرز يبقى فيه سيرر اكتيفيتي لا تبقى فيه سيرر ان كوندروما او لوك ان كوندروما فانا مش محتاج ان انا اعمل حاجه جاست فولو اب واحد تاني شكاك لا والله انا حاسس ان الكورتكس ده مش قلقان مش مبسوط في ثيننج هنا والعيانه برضه بتشتكي نعمل ام ار اي تمام هل في الام ار اي ده سايز بنتكلم 4-5 تقريبا مفيش بوني اكسبانشن مفيش اندوستريال سكالوبي خلاص دي الراديولوجيك فيتشرز بتاعت الاجريشن سايز اكثر من 7 سم اندوستريال سكالوبي بوني دايلاتيشن لما نلاقي دول مع كارتليج ليجن نعرف ان في ايه كروس في ابنورمال كروس تمام لا دوسيا سكالبو العظمة نفسها ما حصلهاش دايلاتيشن بس جزء من الكورتكس بقى ثيند اوت التاكت اتقطم منه اطمر من جوه دوسيا سكالبو يعني اطمر من جوه تمام زي ما هو شاول عليها دي هل هنا شاول كده عليها نيتف هو قلقان منها هل دي دوسيا سكالبو هتبان اكتر في الاكزيال كاتس بين اكتر في الاكسيال كاتس تمام طيب دي الكرايتيريا اللي بنبص عليها لو اكتر من 7 سم دي بون دايلاتيشن انا بروح فيها سكالبنج انا سوشست في ايه ترانسبورت انا هنا Case number 3, 7-year-old child, slowly progressive painless swelling in the upper arm over the last 1 year. عمل اكس راي عادية وظهر فيها الليجن. ايه بقى؟ انتوا شايفين ايه هنا؟ Surface lesion. White base. Side. Cortex مع cortex. مدلة مع المدلة. تبقى ايه؟ Osteocontrol. تمام؟ ايه كلينيكال فيتشرز راح حابب اشوفها في العيان ده عشان تحكم الديسيجن بتاعي ماشي رينج بتاع الشولدر هل في اي امبنجمنت مع رينج ولا لا نيورو فاسكولار اخباره ايه تمام العيان ده ما عندوش تندرنس عنده فول رينج اوف موشن pain free intact neurovascular محتاجين نعمل further radiologic evaluation ممكن اعمله سكيلتال سيرفي مثلا لو بس قبل ما تعمل سكيلتال سيرفي اعمل systemic examination لو مفيش another bone swelling مفيش داعي تعرض للراديولوجي تاني حسيت swelling ثانيه يبقى ساعتها بعمل سكيلتال سيرفي لما كلينيكالي مش حاسس swelling ثانيه يبقى كده تبان سوريتك اوستيوكوندروما طيب هل محتاج اعمل سي تي او ام ار اي؟ طيب ايه الديسيجن؟ هتخش نشيلها؟ فولو اب دي مش عامله امبنجمنت على التندنز مش عامله ديسفيجرمنت حتى مجرد بس فيري فيري مايلد بلج الوايت بيلت دي مالهاش ريسك فاكتور مالهاش ايه؟ ريسك فاكتور لا الاوستيوكوندروما مش بتشيلها الانديكيشنز بتاعتها في مالجنال ترانسفورميشن لو عامله ميكانيكال بروبلمز او ديسفيجرمنت واحدة فيه هو العين عايزة ما تستسلمش العين عين عايزة نمبر 4 30 year old female discomfort in her left arm increase biomechanical loading this brain x-ray as shown حلو شايفين ايه؟ مين عايز يوصف؟ يلا قول علي صوت ديفيزيال
extending the diaphysis, central, male. ماشي لو بتقول thinning out في الكورتكس تمام فين البلاستر مفيش بلاستر مالتي لوكيولر في هنا كاركترستيك فيتشر يعني لما اجي اقول لك اللون ده اسود لا ابيض لا امال ايه جراوند جلاس عايزين نحفظ الشكل ده ده الجراوند ازاز المناغمش بتبص كده على حاجه ازاز كانه ازاز مناغمش هو من اسمها كده جراوند جلاس دي الكاركترستيك فيتشر بتاعت ايه فايبرز الفايبرز بليزيا ممكن تعمل ثيننج اوت للكورتكس بس ما ينفعش اقول دي ان ريزما البون سيست ينفع ان ريزما البون سيست كل الطول ده من غير بوني دايلاتيشن نو ينفع اقول ان ده اسمه بس يعني ما ينفعش احطها في الديفرنشال جراوند جلاس ما ينفعش احطها في الديفرنشال لا مش شكل مش الاكس راي دي هي من الديفرنشال دايجنوزس بتاعت الفايبرز بليزيا الاي بي سي بس مش ده مش الصوره دي ممكن احط مع الباجت ماشي يبقى في ميل اكتر ايج اكبر من كده موزايك ما تبقاش عظم اكبر ما تبقاش جراوند جلاس اكسل موزايك طيب يوني كاميرا لا الكاميرا مش كده الكاميرا بتبقى سيمبل وديفايند ما بتبقاش 30 years old يا جماعة single bone cyst ده self limited مع skeletal maturity it will heal ما ينفعش ال single bone cyst في السن ده خالص مبدئيا is this feature suggested sarcoma أصلا هل في cortical destruction هل في extra osseous invasion ممكن تقول مارو مثلا lesions خلاص ممكن هايبر بار كانس نابر سيرم بايو ثايرويد خلاص ما عندناش بوني تندرنس والعياله عندها نورمال ديلي فانكشنال اكتيفيتي مش متاثره بتشتغل عادي وبتشيل وبتحط عندها بس جاست ديسكمفورت خلاص نكست هنعمل ايه؟ نعمل سيرم بايو ثايرويد هرمون هل محتاج اعمل ام ار اي؟ كاركترستيك فايبرز ديسبليز هل محتاج اعمل لها تريتمنت انا ما بتشتكيش قوي عندها نورمال فانكشنال اكتيفيتي ما عندهاش بوني تندرنس في ابر لم ما فيش ديفورميتي ما فيش نودز عاليه هل محتاج اعمل بروفلاكتيك فيكسيشن لا لما في الفيمر موضوع مختلف لو بدا يبقى في ديفورميتي اشتكي من بين في بوني تندرنس لود شيرنج بون عشان ممكن تتكسر صلاه دي فورم زي هنا ممكن تقضي هنا البريكتيريا من اكتر في الميتاستاسيس لا دي هنا في بوني تندنس ولا والديلي فانكشن اكتيفيتي عامله ازاي البون ستوك يعني الميرين بطبقها بس فايبرز سبليزيا ده از ا ويك اوستيويد برضه اتس نوت ا ترو نيوبلازم هو تيومر لايك كونديشن البون ميكانيكالي ويكر انت القصه كلها ان انت عايز ايه more mechanical strength prophylactic fixation طبعا احسن حاجه ان ايه هل العيانه دي محتاجه اثبتها لا ممكن في repetitive cycles of micro هو ده الديفولت repetitive cycles of micro fracture and healing upper limb غير lower limb هنكمل conservative ولا في الابر ليه بقى كامل كونسيبت ما بتشتكيش وما عندهاش تندر مش هنعمل ايه لو جه في لور نيم ونوت كومبليننج برضه مش هتعمل حاجه غالبا دي هتلاقي كمان الكورتكس الثيك يعني هي مش اكتف فايبرز ديسبليز ايه ما هي دي بقى سكند دي اللي بتعمل فيها ميتس يبقى ميتس مفيش بس يعني بتاعته الديفرنشال كاركترستيك جراوند بلس بينس ده ما بتلاقوش مع ميتس يعني هو ليتك ميتس ده بيبقى ليتك شايف الجريش باك جراوند ده كاركترستيك للفايبرز سبيس تمام طيب يا نيكست مصطفى انا طبعا الحاله دي انا عامل فولو اب فولو اب مش اي ميديكال تريتمنت عشان ممكن ندي بس فاسونيتس لو البين بدايق بس فاسونيتس اكتر بتتاخد في البول ستوتيك قليل قوي مع البول ستوتيك ما بيحتاجوش طيب دي شمال والحاجات دي هنا يعني ما بتشتكيش
دي عليه دواء له سايد افكتس. لما بولي ستوتك وعملها جنراليزد بين ساعتها تبدا معايا بس فوسفونيتس او بيسومات. كل الفولو اب بتاعها كل قد ايه ابص عليها؟ على حسب الشكوى بتاعتها. الموضوع بسيط يبقى كل ست شهور بعد كده كل سنه. اهم حاجه يا جماعه في هل البين ده سيجنيفيكانت ولا بتسال حاجه في الهيستوري وبتشوف حاجه في الاكزامينشن. في الهيستوري بتساله على الديلي فانكشن اكتيفيتي. ما انا ممكن يبقى عندي وجع بس انا بمارس حياتي بشكل طبيعي مش مقصر على ايه، يبقى ده مش سيجنيفيكانت. طيب في الكلينيكال اكزامينشن بتدور على ايه؟ ماسل ويست، يعني حاجه في الشولدر تلاقي في ديلتويد ويست، حاجة في راوند ذا نيت تلاقي كوادريسبس ويستنج، لا يبقى دي سيجنيفيكنت. البين يبقى معايا ماسل ويستنج ده إذا سيجنيفيكنت بين. طب أنا أستأذن بس العينين اللي عندنا باد هيستوريانز، يعني باد هيستوريانز يعني ما بيدوش الهيستوري صح، يعني أي عين حتى ده عندي بين. إزاي تفرق؟ خلاص. هل العين ده؟ وأنا هسأله بيجي كويشن يقول لك أنا تعبان ومش فاهم. هو أنا مرجوع وما بنامش. هو ده اللي بيحصل. ما ده اللي بقوله. هتفرق ازاي؟ ايوه بالهيستوري تساله انت حياتك ماشيه ازاي؟ بتروح شغلك تعمل كذا تعمل كذا؟ اه بالاكزامينشن هل في ماسل ويستنج؟ ما ماسل ويستنج يعني الفانكشنال اكتيفيتي از ليميتد. ما هو ده ماشيه مع دي. يعني حتى لو ضحك لا انا ما بعملش حاجه في حياتي وتلاقي الكوادسبس كويسه والدلتويد كويسه. بلا لما معايا ماسل ويستنج يبقى فعلا ديز ا سيجنيفيكانت بين. اوكي؟ طيب اللي فاتوا دول كلهم حاجه اسمها ايه؟ نون تاتش ليجنز. جاست اوبزرفيشن. ودي جزء كبير من الكلينيكال براكتس بتاعنا. طيب الحاله اللي بعديها كيس نمبر 5 20 يير اولد ميل بيشنت ويز سلولي بروجريسيف سويلنج اوفر سيفرال ييرز ريسنتلي ديسكمفورت ويز ني بيندنج. ديد بلين اكس راي از شون. ايه اللي هتبص راديولوجيكال واضحه دي ايه؟ اوستيوكولوروم. ايه بقى في العين ده يهمك تبص عليه كلينيكال؟ النير رينج اوف موشن. ايه تاني؟ واحد واحد كمان. يرفع ايده. نيورو فاسكولار. نيورو فاسكولار. ايه تاني؟ ماسل ويستنج. تندرنس. سوفت تيشو سويلنج عليها فيرسايتس او حاجه ثانيه نشوفها في الحاله اللي بعديها. طيب لقينا عنده ويستنج في الفاستس ميدياليس وما كانش فيه لارج سوفت تيشو سويلنج حواليه والنيورو فاسكولار انتكت. طيب هل محتاجين نعمل راديولوجي ثاني؟ ليه؟ تعمل مباراه هنا وهو في اي كرايتيريا للمالجنت هو ايه سبب الديسكمفورت هنا العيان ده؟ ميكانيكال مع ني بندنج بيحصل البنجمنت على الكوادسبس او البيسل سيرفيس لو هي في البروكسيماتيريا. انما مفيش سوفت تيشو سويلنج حوالين منها، مفيش تندرنس، مفيش نايت بين. خلاص؟ فلا ايه قيمه انا اعمل ام ار اي هنا؟ نيورو فاسكولار باند كويس عكس ما نشوف في حاله ثانيه. طيب يبقى مش محتاج اعمل راديولوجي تاني بس محتاج اشيلها لانها مقصره فعلا علي عملوا بين ويستنج في المصل لازم تتشال فور ميكانيكال ايه. اوكي؟ اوكي نكست. غير بقى السيناريو ده كيس نمبر 6 14 يير اولد ميل بيشنت اكيوت بين في السويلنج از ديستال سايد with history of direct blunt trauma few days ago with rapid progressive swelling. Did this plate X-ray show me a sneaker? طفل عنده 14 سنة عنده زي ما انتم شايفين كده اوستيوكوليوما صغيرة الديستال فيمر
حصل له كانش بيشتكي من اي حاجه، كان بيلعب بيعمل كل حاجه، بعد كده حصل له بلانت تروما على الديستال سايد، بعديها على طول حصل اكيوت بروجريسيف سوفت تيشو سويلنج. وزي ما احنا شايفين كده في الاكس راي سوفت تيشو شادو ده. طيب نيورو فاسكولار في ديستال بالسيشن بس في بينفل تندر لارج سوفت تيشو سويلنج في البوستو ميديال اسبيكت. مش بالساتايل، مش لازم بالساتايل. طيب محتاج اعمل استادي تاني؟ محتاجين نعمل ايه؟ MRI. نعمل MRI. لقينا اهو لارج سوفت تيشو لقيت جنب الاوستيوكوندروما زي ما احنا شايفين، ومع الكونتراست واخده جنب الفيزل. جنب البوبليتيا الفيزل. اعمل ايه تاني؟ سي تي انجيو. مش لازم. هو ايه اللي بيحصل؟ الفيزل سواء برانش من او المين يونت مع البلانت تروما بيجي على بالذات لو هي حته شارب ايدج يحصل له ماينيوت انجن، مش اكيوت تير، ماينيوت انتمال انجن، فيحصل تريكلينج للبلد يخرج منها نقطه نقطه. لما تخرج بره في الـ في الـ في الكونكتيف تيشو تعمل حواليها ايه؟ فايبروزس. فده الديفينيشن بتاع الايه؟ السودو انيوريزم. هي مش دايركت كوميونيكيتنج والبلسات معاه، ده مش تروماتيك انيوريزم، ده سودو انيوريزم. انت لازم ينفع تسيبها ديت؟ لا طبعا. طب ايه البريباريشن اللي هتعمله؟ معاك حد فاسكولار؟ ممكن يحتاج بيتر بوزيشن ريبير، وهتشيل طبعا الاوستيوكوندرو، هتدخل تشيلها، يبقى معاك الفاسكولار هيشيل السودو انيوريزم ده ويعمل فاسل، يا اما بيعمل ريبير باتش او انتر بوزيشن جرافت. طيب حصلت معانا في كذا حاله. طب دكتور مصطفى، ده ما يوصلش لحته ان هو السايت اوف اوستيوكوندروما اتسلف ميبي ان انديكيشن فور سيكس. لا يعني لو هو ما بتعملش حاجه، ما بتعملش حاجه مش انديكيتد. يعني اوستيوكوندروما في البروكسيمال فيبيا صغيره بجد، ممكن تعمل البنجمنت على لاتر بوبيتي اللي هو سلولي جروب. الاوستيوكوندروما از سلولي جروب ستريتش عليه، مش اللوكيشن. اللوكيشن الوحيد اللي بتعمله عشان خايف من الكومبليكيشن اللي في الاكزيال سكالبا، عشان الريسك اوف مالجنت ترانسفورميشن اعلى. سكابيلا او ايه؟ او فيلس. دايما المالجن ترانسفورميشن اعلى في الاكزيال سكابيلا. اوستيكولوجي. تمام؟ يبقى شفنا كلينيكال سيناريو وكومبليكيتد اوستيكولوما بحاجه فيري دينجرس كفاسكولار كومبليكيشن. لازم نحطها في اعتبارنا لما نلاقي السوفت تيشو ماس جنب ايه؟ اوستيكولوما. طب ممكن تبقى ايه تاني لو هي مش تروماتيك سودو انيوريزم؟ العادي بقى اللي بنشوفها دايما بيرسايتس. من كتر الفريكشن بين اوستيكوندروما والماسلز بيحصل بيرسايتس. في الام ار اي بتبقى بعيد عن الفيسل ملهاش كونتراست. لو بعد السيلور ثيرابي اللي هو الامبوليزيشن لايه؟ تروماتيك انجري للهيومن. تروماتيز ايه؟ لازم تريبير. طب ممكن نشوف الصورة اللي في الأول خالص للكلينكس عايز هو كانوا على مراحل مختلفة عندك كلمة فيو بعد كده ولا ايه فيو بس فيو بتاع يعني انت الاوستيكوندروما هنا باينة هنا الاوستيكوندروما اهي ما تقصدش اللي مع سايز هو قبل مفتوحة لا 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 بس مش كرونولوجيكال طيب عادي مصطفى معلش 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 منه معلش 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 معلش
حته صغيره كده من بعد ما شلنا وشلنا السودو انيوريزم والكبسول الكبير ده وفضناه لقينا جزء من عمليه تريك بسيط خالص كده وممكن يتسد وبعد كده يتفك تاني عشان كده لازم تعملوا كده. بص نكست case number 7 in a 10 year old child limping on the right lower leg with right knee pain mechanical did blade x-ray فظهر الليجن ده فراح لجراح معين عمل له curettage و fibular graft و fixation. ده ايه يا جماعة؟ نيجي نوصف ده بليك اكسري فوكسنال تيمر شو بليك سنترال ليجن ليتك سنترال ليجن او سنترال ليجن ليتك ويل ديفاين ذا بوردر موست بروبابلي سمبل موسس. في اي ديفرنشال دايجنوزس؟ هل محتاج ان انا اعمل انفكشن معايا؟ انفكشن هيبقى البيشنت عنده ايه تاني؟ ستيشن بيبقى هتلاقي صوصر يعني. هل محتاج اعمل راديولوجي تاني؟ واحد شكاك كده يا دكتور والله حاسس ان النك دايليتد شويه اعمل سي تي سوري اعمل ام ار اي لقيتها يوني لوكيولر سيمبل بون سيست لقيتها مالتي لوكيولر دي غالبا سيمبل بون سيست لان يوزر بون سيست تبقى اكسنتريك ما تبقاش ويل ديفايند سكليروتيك ايدج. ايه سبب البين؟ ايه بقى؟ ليه بيلمب الشايب ده؟ الليجن موجود فين هنا؟ والستريس عالي ينفع تسيبها؟ نعمل لها ايه؟ فيكسيشن. ايه هنا؟ سيست دي كومبريشن اند بروفلاكتيك فيكسيشن. يعني لازم بقى افتح ويندو كبير واعمل بهاي سبيكر جاست بونطه دريلنج دي كومبريشن للسيست. طب هتثبت هنا في الميثودز الفيكسيشن كتير ايوه في مثلا في بدايه في الدي اتش اس ايه الكرايتيريا هنا اللي لازم تاخدها في اعتبارك كلوكيشن بتاع السيست عشان الفايسس ان احنا ما نعرفش البروكسيميتي للفايسس واللاترال كورتكس خلاص والايدج بتاع العيان. يعني مثلا احمد قال حاجه حلوه لو تشايلد صغير والليجن قريب من الفايسس عشان تعدي الفايسس يعني لازم تعدي بايه؟ وايرز ممكن تعمل فاجنر تكنيك بس ينفع تعمل فاجنر تكنيك ده في واحد عنده 10 او 11 سنه بتكومباين تعمل هايبرد فاجنر مع بليت. طب لازم تحط فيبرال جرافت في الشعر مش لازم السيمبل هي كده كده هتهيل سيلف ليمتد كونديشن مش لازم احط لها جرافت انما لو اتكسرت كومنيوتد وعايز الجرافت ده عشان الهيلينج واليونيون اوكي ده الانديكيشن انك ممكن تعمل جرافت يبقى منيوتد اوتوماتيك فراكشر. طب لو الليجن في نفس المنطقه بس فايبرس هل برضه نحط جرافت ولا ممكن يكون لا مش لازم مش لازم مش لازم يعني بيبقى افضل البراكتس بتاعنا هنا في البلد احنا بنحط جرافت الفايبرس بيز از ا ويك مود انت بتعمل لها بروفيلاكتيك فيكسيشن مش لازم جرافت مش لازم عايز. لا طب هل الجرافت لو اتحط في لو هتحط جرافت لازم ستراب في بس انا مش يعني الفرنشايز ديجنوز بتاع حاله زي دي ايه الفرنشايز ديجنوز مع ايه بقى؟ ايه سيستيك فايبرز فايبرز ديزيا انفكشن فايبرز ديزيا انفكشن اوكي بعدين لو نفس الليجن ده بس السن ده اكبر شويه قرب ان هو يبقى عضل او ايه يعني ديسكفر وهو عضل وهي واخده اكتر فاجاز لا مش كده لما تلاقي شكل شبه السيمبل بون سيست لو هي سيمبل بون سيست ديسكفر بغضه هل ثبتها وهي واخده عمرك ما تلاقي سيمبل بون سيست واحد عنده 17 18 سنه بتلاقيه ممكن بتلاقي ريزيديوال سيست يعني بتلاقي هيلينج سكليروزس وكورتيكال ثيكلينج ومتبقي مثلا ايه 25 30% من السيست بيسموه ريزيديوال سيست ساعتها مش هتعمل له حاجه ما هي ميكانيكالي اتس ميكانيكالي ساوند اتس جود ميكانيكال بول ولا في بين ولا في تيرنرز ولا في ليمبين كورتيكال ثيكلينج كويس وفي هيلينج كويس بس في ريزيديوال سيست بسيط
مش لازم اسد كله خالص. بتشوف البون دي ميكانيكال ساوند اور نوت. وانا لو عندي سيناريو واحد قضب وانا ديسكفر ليجن معين اوكي سينز اوف الاكس راي هو بنوت بس واخد اكتر من 50% من الويدث بتاع الايه ده الكورتكس سيك ما تعملوش حاجه. انت مهم الكورتكس مش المضل. انما لو في كورتيكال ثينين كبيره عاده هتلاقي سيمتوماتيك وهتلاقيها تربيه. دايما بتكوريليت كورتيكال ثينين مع الكلينيكال فايل. مش لازم هي الميرل ده عشان ده يا اما تستاتيك ديزيز فلو كذا 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 ايتمز. لما انت هنا اللي يهمك هو سيمتوماتيك ولا لا؟ كلينيكال تندر ولا لا؟ راديولوجيكال كورتيكال كورتيكال ثيكنس اوكي ولا ثين ده اوت؟ يعني الميرل مع الاستاتيك اكتر. حاجه سيمبل حاجه مش محتاجه ميرل مش لازم اعملها ميرل. مش شرط. ليه؟ هي كده كده هتحق. اليونيكامير بون سيستيك ويهيل. حط اسمنت ليه؟ في الانيوريزما او في الفايبرز. في الانيوريزما البون سيستم او الفايبرز ستيزي. لو البون از ويك والفكسيشن بتاعي مش حاسس برضه ان ممكن يدوس عليها ممكن ساعتها احط سيجا. انما لو البون ستوك از اوكي والفكسيشن بتاعي از ريجيد لا بتويل هيل مش لازم احط حاجه. طبعاً الجايد بتاعنا في البول ستوك اسيسمنت ده راديولوجيكال هو كورتيكال ثيكنينج. كورتيكال ثيكنينج وانترا اوبريتيف بتشوف هي عامله زي الايك شيل ولا ساوند بول بتدريل كده بالعظمه اتس جود ولا اتس كراكس كراكس. طيب بمناسبه الفايبرز اللي لسه بتاعتك يعني في كلام ان انت ما تاخدش جرافت لان البول ايوه بتاخد جرافت ويعمل فيكس سيمنت لو بول ستوك ضعيف ضعيفه خالص كده زي البسكوت انت ممكن فايبرس لسه في حاجه تخش بالواير كده. تمام ممكن اعمل ايه بقى باخد ما باخدش كده؟ لا حط سيمنت بول سي معلش تكسترويدز في حاجه في اوتر لينك انشكشن اليوكاميرال بول سيست احنا ما بنعملهاش ملهاش لازمه يا اما في الهيومرس يا اما زي ما اليوكاميرال بول سيست في الهيومرس ما تشتكيش منها والديلي فانكشن اكتيفيتي اوكي ده ماشي كونزرفتيف ياما الكاميرا بون سيست في بروكسيمال فيمال فلويد شيرنج بون فبنعملها بروفلاكتالايز ما بنعملش انجكشن بس هي لها ملهاش لازمه خالص موصوفه موصوفه بس ملهاش لازمه خلاص. طيب الحاله بعدين كيس نمبر 8 سيفتي اولد فيميل بيشنت ويز بروجريسيف ني بين 5 مانثس اجو ويز نايت بين ديد ذس بلين اكس راي شو ايه بقى الليجن ده فين؟ واحد ما يتكلم فاز يعني ايش كده سكريبت كده وحالي واضح تحت السن ما هنا ده عامل هيلينج اوت للكورتكس في كورتيكال انفيجن بول اكسبانشن و ايه تاني؟ اكسنتريك ممكن يبقى ايه؟ انفيجن دايجنوزس ممكن انفيجن ممكن جاينت سيل اثار كوما ممكن اثار كوما. طيب هل هكتفي بالاكس راي دي؟ لازم اعمل ايه؟ ام ار اي لقيت سوليد تيشوز فيزيو ميتافيزيا جوينت از اوكي دي جوينت از اوكي في كورتيكال اكسبانشن واكسترا اوسيس انفولفمنت خلاص انا شخصت بالام ار اي ولازم اعمل حاجه تاني هاخد كول بايوبسي طلعت لنا دي ايه بقى ده؟ شايفين ايه في What is the most important thing? لازم استاندرد كريتج الني جوينت ده السالفجر
صح؟ انت مش لازم مش هتعمل الريسكشن ريبليسمنت. لما لو ليه جوينت ده ديستراكتد هتعمل وايد ريسكشن ريبليسمنت. هتعمل تفتح ويندو تخش اكستندد كراتيك يوزنج هاي سبيد بيرب كان توب ادجيفنت سواء في لون لايت فيجن هون هون بيساعد يفك الليت وتشوف البون ستوب كده نعمل معاه فيكسيشن ولا لا. اوكي نكست كيس نمبر 9 16 year old female patient with progressive knee pain knee pain full swelling 6 months ago with night pain did this plain x-ray شايفين ايه بقى هنا قول ليتيك ليجن الاكسري للني والاور تيبيا ليجن في التغذية التغذية والتغذية سنترال وثيني بروتكس مفيش اكسترا اوسيس اكسبانشن اكسترا اوسيس ليجن يعني موصولي اي بي سي موصولي اي بي سي طيب شخص كده خلاص بالاكس راي لازم تعمل ام ار اي مش ممكن تبقى تلانجكتات الكوست اعمل ام ار اي لقيت الكاركترستيك مالتي لوكيولر فلويد فلويد ليمتس اخد بايوبسي نكست نكست سلايد مش واضح قوي فلويد بس دي ام ار اي صح؟ ايه بلاد فيلد سبيسز لوك لايند باي اندوثيزيوم وشويه جاينت سيلز وشويه سبيندنج سيلز وشويه كولاجين هو دي الايه؟ الريزمال بون سيست الريزمال بون سيست في بروكسيمال فيبر نكحتها بروكسيمال فيبر هدور على مانيفستيشن هدور على مانيفستيشن وهينفع الريزمال بون سيست اوبزرف عليها لا ده اجريسيف باي ديفينيشن اجريسيف هي طيب ايه الميثودز اوف تريتمنت للريزمال بون سيست اللي احنا نعرفها نفس الشانس اكسيجن extended kinetic mobilization incision pattern proximal fibula the expendable bone زي ايه تاني ممكن ريب scapula body fat scapula يبقى مش joint distal ulna دي الحاجات لو انت عملت اكسيجن مش هيبقى ليها مول بينك خلاص يعني هنا البروبر تيتو هو ايه لازم وايد اكسيجن تسلكوا عادي خالص شيلها صب الاوستيا الحق مش لازم تشيل الفايسس بعد كده الدرج شريط بعد ما بتشيلها مفيش نفايس يعني حط جون بريك مش معمول بريك انت شايف اكسجين في حاله زي دي ان احنا نعملها اكسجين مش نخش ونعملها اكستندد كيوريتج ليه؟ مش ليه؟ مش ليه؟ مش ليه؟ بالنسبه للكولاترال مثلا Case number 10, 14 year old male patient with shoulder pain 3 months ago with night pain, did brain x-ray and showed this lesion. Lesion, that is pain. Physical. Physical. Good for apophysis, called greater tuberosity. Was a child. هنعمل حاجة تانية؟ نعمل MRI. هنا هو lesion. موجود في الابوفيسز اكسبانسايل اجريسيف كورتيكال بريك داون وحواليه اديما جنبك اخد بايوبس نكست ستيب نعيد بوليهيدرال سيلز كوندرو بلاستوما نعمل لها ايه؟ هنسيبها اوبزرفيشن Observation that only for a benign latent lesion. لما اي active او aggressive lesion لازم تجيب.
الكونتوبلاستوما ده اجريسيف نيوبلاسيا، فلازم ما ينفعش حتى سمبل كراتج، نو لازم اكستندد كراتج. حضرتك بس على الباثولوجي بتاع ايه ايه الهيستو باثولوجي بتاع الكونتوبلاستوما؟ لا لا لا، هو الاستوما ده الاستوما ده هنا الاستروما هنا ايه؟ بولي جونال سيلز، بولي جونال على السيلز ولا على ولا على اي باثولوجي في الدنيا بتعلق على السيلز والماتريكس. بس سبيسيفيكلي بعمل ايه؟ اثنين سيلز وماتريكس. ممكن مع الكونتوبلاستوما تلاقي سكندري اي بي سي. ايه كومن مع الكونتوبلاستوما تلاقي سكندري سيستيك تشينج، سكندري اي بي سي. طيب هنعمل ايه هنا؟ نفتح ويندو، هنعمل اكستندد كريتج وهاي سبيد بير، هنخلي بالنا من الفايسس، خلي بالنا من الاتاتشمنت بتاع ايه؟ بروتيتو كاف. ممكن تعمل اوجمنتيشن في بول بول اوت سوتشرز. هنا نحط سيمنت، بس هنا امتى تحط جرافت وامتى تحط سيمنت في الكونتوبلاستوما؟ هو ايه مشكله السيمنت؟ فايسس ثيرمال انجن، فسن صغير لسه ما خدش الجروس سبيرت بتاعه، يعني 9 سنين 10 11 لا حط جرافت، لما 13 14 15 الفايسس خلاص قرب يبقى فايزال سكار حط سيمنت واجفنت احسن وفيلر احسن. هو حضرتك تكنيكال حاله زي ايه؟ شايف الفيجن فيزيال وبيتا فيزيال وبينهم الفايسس، فاحنا هنبص الفايسس. لا يا حبيبي ده مش فيجن، ده قديمة. ايوه بس ده قديم اللي مش عارف في الجرافيكس مصطفى فارسي ده اكسبانشن احنا مش هنقرب بالميتافيسس خالص. لا ده نورمال بول هيبقى ميتافيسيس. بس هو ده اللي حصل له بس الصوره دي في الامبراطوريه. ممكن دي كومبليكيشن. طبعا انا عندي مشكله في البيوبسي، انا رجعنا الصوره اللي قبل كده يعني منظرها كده شبه كده ممكن اسمع سمول سنتر سبورت فيزيال، عشان كده لازم تاخد كول بايوبسي. بس خلي بالك نرجع السلايد اللي قبليها، القصه الكور مش هتبقى ليها سكليروتك ايدج كده، بس لازم تمشي كلاسيك اكس راي اجريسيف ايجنت، اكس راي ام ار اي كول بايوبسي. السبوت دايجنوزس ليجنز قليلين جدا، نانوس فرانك فايبروما، استيوما، فايبرس اسبيزيا، قليلين جدا. طب افرق ازاي كده بين اللي جيبه دكتور مصطفى وكلمه الاورشن او الاورشن؟ يعني الليشن هنا واخد نفس ال الابيرنس بتاع الجنين التي 1 والتي 2. الكارتلج ده بيبان لو سيجنال في تي 1 بيبان برايت في فات سبريشن. لا بس واضح الليشن واضح عن المرض دي الديماركيشن. طبعا احنا كلام الامتحان كله كور بايوبسي ما فيش شغل. ارنون شغل في اي حاجه. امتى الكور بايوبسي ما يبقاش كور كلوسيك؟ قبل بس يعني امتى؟ ايه التايب اوف نيتشر؟ ايه النيتشر بتاع التيشو؟ اللي لما اخد لا هيبين ده كارتج ليجن. انما ايه النيتشر بتاع التيشو لما اخد منه يقول لي والله انا مش شايف حاجه. يعني ممكن اي بي سي وتلانجكتاتيك اوستيو تتلخبط في الكور، بالذات لو واحد انترفنشن راديولوجيست مش اكسبيرينس، مش هياخد من السوليد كومبوننت، دخل خد هيموراجيك ماتيريال وطلع ما بقتش كونكلوسيف. انما السوليد تيشوز لا هتطلع طبعا. عشان كده الاكيورسي بتاعت الكور بايوبسي 95% بتبقى ليس اكيوريت في السيستيك ليجن، وعايز واحد اكسبيرينس ياخد من اللاين كور والحته الصلبه. بس هنقول حضرتك هتتقال برضه الكور هو الستاندرد، بتعمل اوبن لو انت الكور ما طلعش كونكلوسيف ماتيريال او ما عندكش اكسبيرينس انترفيشنال ريجولوجيست ياخد. تمام؟ انما الستاندرد هو الكور بايوبسي. مفيش سايتولوجي، ما عندناش سايتولوجي ماسكو سكيتر اونكولوجي، لازم سيلز وماتريكس، ما ينفعش سيلز بس. نيكست كيس. كيس نمبر 11 9 years old تشايلد فول فروم بايسكل سيفير بين اند سويلنج ذا ابر ارم
did brain X-ray and showed this fracture and this knee. عيل صغير مقطع الدنيا وبيلعب عجل وشغال ومش عنده أي مشكلة خالص، وقع وقعة جامدة وهو بيلعب بالعجلة وجالك في الاستقبال كده. أول خطوة تعملها إيه؟ الاستقبال. ليكن أسسمنت، نورو فاسكولار، شوف السوالينج، بعد كده تراكشن، صوروا تراكشن ريفيوز. طب دي إيه؟ سيمبل بونز. سنترال، ويل ديفايند، مارجنز، ليتك، كل سكيتال إيماتيور، سيمبل بونز. طيب هتعمل له ايه؟ تريد فراكشر. تعمل له عمليه؟ لا. طب انت تعمل عمليه هنا؟ فراكشر. فراكشر كومنيوتد ديسبليس ده انستيبل، مش هتعرف تكنترول باليو سلاب، which is a very 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 rare scenario. usually tumors with simple bone system ترجع كويس جدا باليو سلاب وتمشي كونسبتد وجود اكسبتد ريزلت. هل محتاجك حتها؟ لا. النزا بوسس هتبقى فيها بون اكسبانشن، كان الطفل كان يشتكي من بين. النزا بوسس ده ايه؟ ده الاجريسيف لازم يبقى سيمبتوماتيك. بين وسوالينج ما بيقدرش يشيل، تعبان بقاله فتره. هتبص في اكس راي هتلاقيه اكسنتريك شويه، بتلاقيها يوني لوكيولار في بون دايلاتيشن. طب انت قلقان وبقى حاسس ان الكورتكس كده ثيند اوت وحاسس ان الليجن ده فيه اكسبانشن، مش غلط. اعمل ام ار اي لقيته يوني لوكيولار سيست، لقيته مالتي لوكيولار كلاب فلويد ليفل كاركترستيك الاي بي سي. يعني الان اعمل فيرزر ستادي. خلاص النيوز بول سيست لازم سيرجن، مفيش كونسبتيف تكتب في النيوز بول سيست الا لو بتعمل امبولايزيشن. ممكن تعمل سيريال امبولايزيشن لو ليها فيدر. Case number 16 year old girl limping on the left lower limb. This is brain X-ray. شايفين ايه هنا؟ هو ايوه اسمها ايه ديفورميتي دي؟ ينفع تبقى حاجه ثانيه؟ اي بون سوفتنج ديزيز ممكن يعمل ده. بس مش الجراوند جلاس ابييرنس. يعني ممكن بصوا جينز بيرفكتا مع حاجات زي كده. الباجت ساعات بتعمل ديفورمز. اي بون سوفت من ديزيز بصوا ماليش بون ستاندنج. انما دي كاركترستيك جراوند بلاس هاي كده. خلاص؟ ايه المانجمنت؟ اولا انتوا شايفين البلفس برضه شكلها ايه؟ شكلها بون ستوتك. اه. ممكن تعملها بون سكان او سكيتال سيرفي. ولو عندها significant pain هتدي medical treatment بيسوسونيتس. بس هل ينفع تسيبها بالبوينج ده؟ عندها abductor weakness. خلاص؟ ايه بقى نعمل ايه هنا؟ كوركتيف اوستوتومي وايه؟ لو تشايلد صغير ما وصلش السكيتال الجروس بيك بتاعه يعني تحت ال 12 سنه ما ينفعش تعمل نيل. الا لو هتكومباين بقى نانسي نيل مع سيرفس. لما عدى 14 15 ممكن تعملوا كلاسيك كونكتيف اوستوتومي سواء سنجل ليفل او مالتي ليفل مع نيل فيكسيشن. وينفع بوت سايد بليف في حالات الفايبر ديسبلاسيا والبادجت؟ الاحسن ان انت تعمل مجنري فيكسيشن. بس خلي بالك ليمتد بالايدج. يعني الفايبر ديسبلاسيا ومعاه ديفورمتي جامده في تشايلد عنده 8 سنين. لازم تكومباين نانسي نيل مع ايه؟ مع سايكو بيك. هو احط جراف؟ لا مش لازم. هو دلوقتي انا لما عملت بروتومي او النيتشر بتاع البون الفيتي بتشوف الاول من بره. اه بس انت ممكن تدي معاه بيستوس فليكس تحسن البون ستوك. اه كده باخد جراف عشان كده. الجرافت اللي هو الجرافت اللي هتحطه ده هيزول. فانت بتحط يا بون سيمنت يا ما بتحطش حاجه. يعني ممكن نقولها بطريقه ثانيه يعني ريكارنس. يعني مش ريكارنس هي مش هقصد كده، يعني انا دي كنت بعد سبتها مش ممكن كده ديفورمتي عشان كده لازم تعمل ريجيستريشن. يعني هي مش هتهيل فايبرز كده يعني هتعيش بيها طول عمرها. انت ممكن بتحسن لها البون ستوك بريمنج خلاص وبيسوسونيتس عشان تعمل نيو بون فورميشن اقوى شويه. انما هي هتفضل عندها فايبرز فيزيا طول عمرها عشان كده انت محتاج ساوند فيكسيشن. وهنا الانترا ميدالري احسن من ايه؟
بس انت ليه متت بيه؟ اوكي؟ طيب بعديها تقريبا كوتشي كوتشي مع بطل المايلوما نفس الكلام بطل المايلوما عن تيفور؟ لا بطل المايلوما في بنت عندها 14 سنة؟ لا لا بالنسبة لي مثلا لو كان أعلى من شوية سنة تدخل مثلا مع الـ الهايبر بارا ومع الـ مش حلو سنة يعني ده مثلا لو 25 سنة مثلا كما هيش ديفرنشال بروز دي 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 شابر كروب دي فورمتي فايبرز سبيس سن صغير لو في سن كبير فايبرز سبيس الديفورمتي دي مع الجراوند جلاس ابيرنس ده ما هيش ديفرنشال دايجنوز الباجيت الباجيت انما ده الديفورمتي مع موزايك تبقى باجيت امسك اللي قدامك ما تقولش ما يمكن لو معاه موزايك اللي قدامك دي موزايك دي موزايك ولا جراوند جلاس دي جراوند جلاس ما ينفعش تبقى باجيت هل لارجر بول باجت ايه لارجر بول وموزايك يقول باجت اوصف كيس نمبر 13 14 year old child with groin pain groin localized pain with night accentuation this is plain x-ray and CT طفل صغير عنده night pain localized ممكن يناديت لي عملت الكلام اكس ليه ليه ده شايفين ايه قلت كان فيه ام سي تي عشان نتاكد انه مايلز ايه بقى الانترفنشن هل محتاجين ناخد بايوبسي لا ال ال تريتمنت وساعات دلوقتي بيعملوا برضه الهاي الهاي فريكونسي الترا ساوند بس مع مع الراديو فيديو فريكونسي انت بتكوي وصل لحرارة 95 درجة مدة 7-8 دقايق عشان كده الحتت اللي ممكن يحصل فيها ثيرمال انجري ما بيعملوش فيها ريدي فريكونسي زي ايه بقى؟ سباين مش بس مش اي سباين سباين جنب النيرف روت ايه تاني؟ الهاند جنب تندو في الشين اوف ذا تيبيا تحت الجبهة بيعمل شفناها تلاقي ثيرمال ثيرمال سكين انجن بير سكين بير على شنو ذكي في اماكن كده الريديو فريكونسي لا ما بيحبوش يعملوا طب ساعتها تشيلها ازاي؟ هو بيخش لي سي تي جايدد بيعمل لي لوكاليزيشن حط لي فيها واير سي تي جايدد وانا اخش عشان ما اشيلش كل السكين روكس ده وانا فبخش بتريفاين حوالين الواير اللي هو عمال لي بي سي تي سي تي لوكاليزيشن تمام؟ يعني انا بشيل بروتك بس مش بشيل سكيلوتك؟ لا طبعا ده نورمال بول بشيل نايتس نايتس بس نايتس ده كان بيبقى نوع ايه من الكوريتيشن او الاكسجن مش كريتيك الاكسجن مش نوع ايه من الاكسجن ايوه يعني ده هو سيمبل اكسجن ولا مش ترانزيشن ترانزيشن لو افترض ان هو هيتعمل طريق تاني في فيلد برضه بس مثلا حاجه ظريفه احنا موجودين في مجال افريقيا مفيش شيء فريكونسي اصلا مثلا هتشيلها هي ازاي؟ تفتح ايه؟ هنا باينه فيديو وهنا وهنا الصوره ديت باينه بتهيألي ستيل ماشي في حاجه دكتور مصطفى تعمل لنا لوكاليزيشن الحاجه دي غير ال دي تترا سايت تترا سايت اللي جاي في العرض السلام دي السايت افكت بتاع بس ممكن تدي راديو اكتف ماتيريال وجوه العمليات بقى بالجايجر وتقعد تي 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 في في فرصه دي كانت الميثودز بتاعت اللوكاليزيشن في فرصه للاوبزرفيشن لو مكتوب في الكتب ان احنا بنعمل اوبزرفيشن كلينيكال بقى يعني ده بيحصل ولا
بلاش تعمل بلاش تعمل اوبن اكسجن فيجن لا لا ما كانش اوبزرفيشن هي فولو اب يعني فولو اب معظم الاوستيو مع سيجنيفيكانت في الاول الاوبزرفيشن لما يجي لك واحد عنده اوستيو دكتور في وجع بسيط انا متعايش معاه ما باخدش انالجيسكس الا مره كل 5-6 شهور بس فيري فيري ريس بقى خلي بالكوا السوق السوما اذا سيلف ليميتد كده كده البين ده بيروح بس بيروح بعد كام سنه هل ينفع بقى التشايلد او الادلت ده يقعد ياخد انالجيسكس 3-4 سنين لا انت بتعمل انترفنشن عشان البين خلاص لما لو البين ده كان مايل مش سيجنيفيكت ما بياخدوش انالجيسكس It's very rare. هتخش هنا انتروميديا. انتروميديا؟ تعمل external rotation فتظهر. طيب عاوز اعمل dislocation؟ لا dislocation ليه؟ اللي هو الميكي ابروتش سيت قد كده اللي هو نظام مش لازم فرانك ميديا ممكن يعني ما بين ايه ويه معلش لو ما كنتش بحط مش الانتروميديا يعني بدل الدكتورز والبروتسس بعديها كيس 14-25-year-old male patient with progressive low back pain over the last 5 months with night accentuation did this بلين اكس ري شايفين ايه بقى؟ بون فورمينج سكليروتيك ليجن موجود على فيها ليست Yes, to the right. Large, the extra osseous extent. The tenderness, the bony tenderness, the rest, the post-femoral stretch, and the L2 end. Right. I'm taking an investigation team. We have the CT MRI. Right here. Next. We have destructive, lytic lesion. We have the pedicle, osseous, lamina, extent حاجه اجريسيف فيها اجريسيف خلاص كده تمام ولا لازم ناخد بايوبسي ناخد كول بايوبسي طلعت اوستو باستور اوستو باستور نعمل ايه بقى؟ اوستو باستور تعمل لها ايه؟ تعمل كراتج؟ لا انت تعمل كراتج الاوستو باستور لو هي كومبليكي انتراوسيس which is a very rare scenario قليل قوي لما تلاقي كده اوستيو باستوما less active مش اجريسيف طب دي اوستيو باستوما اساسا ما بتبردش اوستيو باستوما دي انا بقى اقل من سنت ونص ما بتعديش 15 مللي الاوستيو باستوما بتبقى اكبر كده وبتبقى ليتك اجريسيف باتر كانها اوستيو ساركوما انت لما تبص للبلين اكس راي دي كانها خلي بالك بقى في كده انتيتي من الاوستيوبلاستوما ممكن ما تعرفش تفرقها من اوستو ساركوما ممكن بعد ما تعمل اكسجن دي اوستو ساركوما مش اوستيوبلاستوما حصلت حصلت تاخد كور اوستيوبلاستوما خش تكحت مثلا تطلع لك اوستو ساركوما ففي في 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 جريد كده ما بين الاوستيوبلاستوما والاوستو ساركوما لا فالاوستيوبلاستوما كومبليتلي انترا اوسيس ممكن تعملها اكستندد كريتج واجن لما ليها اكسترا اوسيس اكستندد لازم وايد اكسجن ما تخش هنا تعمل وايد اكسجن ريكونستراكشن بقى مش فيكسيشن وايد اكسجن هنا هياخد جزء هياخد البادي والبادي وتشيل كل ده تشيل البادي كله ولا جزء من البادي بتاع جزء منه شايف كله مش يبقى بنايل انت ممكن تعمل مارجنال يعني ممكن حتى تكحت كويس طبعا ممكن النيرف روت هنا هو هنا يا فندم كومنت هو هنا واخد معايا كمان الفاسيت جوينت اتشين لازم تعمل هنا ممكن تعمل هيبر بس تعمل فيوجن وتاخد جراف لازم خلاص طيب خلصنا شو اصلحك في البراكتس بتاعك مش معنى العافيه. انا واقف على الجاي. انا عارف ان خدت الكوبري وصل.
احنا هنا في الديلايت يا اما بنعمل انترا ريجنال يا اما سيمبل كريتج يا اما اكستندد كريتج. سيمبل كريتج والديلايت زي سيمبل بون سيست فايبرس استريزيا مش لازم هاي سبيد بير نون اوسيفاين فايبروما مش لازم هاي سبيد بير انما الديلايت اجريسيف اوستوبلاستوما كوندوبلاستوما جاينت سيل تيومر اي بي سي دي لازم اكستندد كريتج. طب ايه البلاين تيومرز اللي لازم اعمل وايد اكسيجن فروم ذا ستارت؟ ديزموبلاستيك فايبروما ما فيهاش كريتج، ادمانتينوما ما فيهاش كريتج لازم وايد اكسجين، وريكارنت كوندرومكزود فايبروما كوندرومكزود من حاجات برضه بس ممكن تديها ترايل اكستندد كريتج. تمام؟ في بناين بلازمز ما ينفعش تتحكم ديزموبلاستيك فايبروما ادمانتينوما لازم وايد اكسجن عشان بتشوف ساركومس ممكن دول بس دول لازم وايد اي حاجه تانية ممكن تتراي فيها اكستندد. في سؤالين بس هما شويه نظري وامتحان وايز مش فاهم السؤال الاولاني ان هي حاله الفايبرس ديسبليسيا وبقيه الحالات اللي زيها هل هي كونجنيتال ولا ديفلوبمنتال؟ عشان احنا يعني اللي هي في كتب كده اللي هي في كتب كده بس انا لما بنقول كده في كتب تانية كانت انها كونجنتال ودي حاجه معناها انها كانت سيزونال ودي دي بروسيس بعد كده. هل كل الحالات فايبرز ديسبليز كلها اللي هي جينيتك بريدليكشن؟ لا، هم لقوا في جزء من الفايبرز ديسبليز ان في ابريجن في الجين كذا 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 فما تقدرش تقول هي كلها كونجنتال. هي ديسبلاستيك ديسوردر وفي جينيتك بريدليكشن. طيب في بقى سؤال تاني او يعني في ناس بس مش اللي هم شغالين تشوف سالوه حادثه برضه اللي فاتت معلش في حالات بالذات الانيوريزم والمون سيست كان حال نازله في الامتحان عندنا قال احنا ممكن تحط سرنجه وتطلع سيكولوجي هتلاقي سيل كذا هتلاقي ايه؟ هتلاقي سيلز كذا هو احنا انا اتسالت السؤال ده يعني ان احنا كده في عندنا نيجي الاسبرشن سيتولوجي في حالات السيستيك ليجن هل ده موجود؟ لما يقول لك اسبيرشن سيتولوجي او حتى زير از نو روم فور اسبيرشن سيتولوجي الماسك سكيتر تويد علمنا ده كده بالظبط تويد استاذ تويد علمنا زير از نو روم فور اسبيرشن سيتولوجي الماسك سكيتر اولويز وي هاف تو ريبير سيلز اند ماتريكس كده ده موضوع التعب. فكرنا يا جماعة موضوع الأورام هنا. موضوع الأورام ده يعني سهل وبسيط للناس ما نصعبوش عملنا كيس سيناريوز كيس ديسكشنز بدل الدش بقى اللي هو موجود في كتب تمام الفكرة حتى في البراكتس بعيد عن الامتحان احنا عايزين نعرف حضرتك لو جالك مريض بيشتكي من بين ازاي تسسبكت ان العيان ده عنده حاجه مالجنانت او عنده حاجه بنايت من الهيستوري من الاكزامينيشن من الاسيستنت بتاع العيان تمام ايه الريد فلاجز اللي تنبه حضرتك ان العيان ده ممكن يبقى عنده مشكله فالريد فلاجز كتيره من الهيستوري اهم حاجه عندنا البين النون ميكانيكال بين ده حاجه عندنا مهمه جدا البين اللي ما بيروحش البين اللي بيصحي العيان بالليل البين النون ميكانيكال البين اللي بيخش ينام خاصة لو واحد اولد ايج يا جماعة تمام فالهيستوري مهمة قوي احنا بنركز على البين مهم جدا تاني حاجة السوالينج طبعا والانس بتاع السوالينج وبيزيد ولا لا والكلام ده كله ده بالنسبة للهيستوري
فالهيستري عندنا حاجات بسيطه البين والسوالين. طبعا في باست هيستري لو هو عنده كانسر زمان او حد من عيلته كان عنده كانسر زمان او ما الى ذلك. تمام. طيب ده لو راجل كبير. طب لو طفل صغير هيبقى صعب الاسسمنت في الاطفال. however برضو البين هو الاساس بتاعنا، لان لو طفل صغير عنده بين ما بيروحش حتى لو معاه كونستيتوشن مانيفستيشن ده يعتبر ريد فلاج. وبرضو السوالينج نفس الكلام في الاطفال. بالنسبه للكبار في حاجات تانية مهمه في الاكزامينيشن، يعني الراجل الكبير اللي عنده اللي هو نون كانسر بيشنت مثلا ممكن او لو واحده في ميل ممكن بالفحص الجنرال نشخص المريض. يعني مثلا لو واحده عندها بريست مانس ضروري ابعتها الجراح لو انا شفت عندها ألسر. ده بيحصل المرضى عندنا ما بيبقوش عارفين عندهم ايه، مجرد حاجه تكسبوز البريست تلاقي ألسر قد كده خلاص، ده غالبا ميتاستاتيك بيشنت. تايرويد سويلنج، مالتيبل سويلنجز في النك، سويلنج كبير في بطنها. احنا مش هنفحص زي الجراحين دكاتره البطن، بس مجرد جنرال اكزامينشن ممكن يبين لحضرتك. فالجنرال اكزامينشن مهم والهيستوري تيكنج مهم. امتى تسسبكت ان العيان ده عنده مالجنت ليجن؟ بروجريسيف سويلنج، اولا البين اللي قلنا عليه نون ميكانيكال نوت ريليتد للاكزرشن، نايت بين، بين بيصحيه من النوم سواء كان طفل او كبير. الحاجه الثانيه السويلنج والانسيت بتاع السويلنج والكورس بتاعه. ثالث حاجه بالنسبه للسباين زمان في السباين السكوليوزس، لو عنده بين في السكوليوزس ممكن تبقى حاجه بناين ممكن تبقى حاجه مالجنت كمان، يعني بين فول ديفورم. فالقصه كلها تتلخص في البين وتتلخص في السويلنج. فالمريض ده في حاجات ثانيه تخليني اتجه ان هو عنده مصيبه وعنده حاجه مالجنت طبعا، لوس اوف ويت، بس ده في الكبار اكتر يعني، في الصغيرين احيانا لوس اوف ابيتايت واللوس اوف ويت كل دي بنسميها الريد فلاجز اللي تخلي حضرتك تقول اه والله العيان ده شكله عنده حاجه مالجنت، العيان ده لازم نفحصه كويس. الحاجه الثانيه يا جماعه لما يجي واحد اولد ايج عنده بين ما بيروحش ما تفضلش بقى تعالجه عن عنده اسوء ارترايتس شهرين وثلاثه واربعه وخمسه. اعمل له اكس راي مش طبعا في ساعتها يعني. واحد ما عندوش سويلنج والبين اون اند اوف اديت له تريتمنت جه بعد اسبوعين ثلاثه بنفس البين بيزيد مش اسوء ارترايتس بقى على طول. مش معنى كده ان اي عيان هتشوفه في العياده يبقى مالجنت وساركوما، لا. بس خلي في بالك ان كبار السن دول ممكن يبقى عندهم حاجات سيريس. نعرف منين؟ من الهيستوري ومن الجنرال اكزامينشن. طب والاطفال؟ الكونستيتيوشن مانيفستيشنز في الاطفال تلخبطنا زي ما هنشوف مع الدكتور وائل. ولكن البين بتاع الاطفال واللوس اوف ويت بيبقى فيري باثوجنومونيك ان الطفل ده ممكن يبقى عنده حاجه سيريس او حاجه مالية. تمام؟ اتفضل يا دكتور. هنتكلم دلوقتي على الكيسز اللي ليها علاقه بالمالجنت بون تيومرز، وهيبقى في سيشن ثانيه للميتاستاسيس. اتفضل. هيبقى في سيشن، السيشن اللي فاضله هتبقى على الميتاستاسيس، فاحنا هنتكلم على البرايمري البرايمري بون تيومرز. هو يمكن المالجنت بون تيومرز اسهل شويه في المانجمنت وفي البروتوكول اللي بنمشي عليه من البناين بون تيومرز، لان البناين بون تيومرز فيهم انواع كتير وفيهم طرق علاج مختلفه. في حاجات بتحتاج انفستيجيشنز، في حاجات ما بتحتاجش، في حاجات بتحتاج عمليات، في حاجات ما بتحتاجش. لكن المالجنت بون تيومر هو بروتوكول واحد هنمشي عليه مع اي عيان سسبكتد ان عنده مالجنت بون تيومر. زي ما دكتور وسام تفضل وقال ان احنا عيان شكيت ان عنده حاجه مالجنت لازم امشي في سكه انفستيجيشنز ايا كانت الحاجه المالجنت دي ايه. طبعا اول حاجه بنعملها عندنا في شغلنا الاكس راي، وبعد كده انا شكيت ان دي حاجه مالجنت يبقى لازم هعمل حاجه اسمها ستيجنج. الستيجنج ده حاجتين لوكال وسيستميك او لوكال وجنرال. ايه الحاجه اللوكال اللي انا بعملها؟ ان انا بعمل ام ار اي وذ كونتراست على البون كلها. يعني انا لو عندي حاجه في الفيمر لازم اعمل ام ار اي وذ كونتراست على الفيمر كلها. طب ليه بعملها على الفيمر كلها؟ عشان لو شاكك في حاجه زي سكيب ليجن. اوكي؟ وعشان اشوف التيومر ده الاكستنت بتاعه ايه؟ واصل لحد فين؟ هعمل ريسكشن قد ايه؟ هينفع اعمل ريسكشن ولا مش هينفع؟ يبقى دي الحاجه اللوكال اللي بتتعمل مع الاكس راي. طيب سيستميك او جنرال؟ ما هو ما احنا هنتكلم بقى على انا بتكلم ليه بنعملها هول بون. اوكي؟ الحاجه الجنرال ان انا بعمل حاجتين سي تي تشست وبون سكان. اوكي؟ دي دول الستيجنج اللي انا بعمله، واخر ستيب خالص في الستيجنج اللي هي البيوبسي. البيوبسي لازم بتبقى اخر ستيب في الستيجنج او اخر ستيب في التشخيص عندي هي البيوبسي.
الكلام ده بعمله في اي suspected malignant tumor ايا كان هو ايه. خلاص؟ طيب دي اول كيس معانا. male 19 years جاي يشتكي من painful lower thigh من 4 شهور. البين ده progressive وبيصحيه من النوم بالليل و does not respond to analgesics. الاكزامينيشن اول حاجه طبعا يبقى احنا كده اتكلمنا على الهيستوري بتاع العيان. العيان ما عندوش اي هيستوري تاني بالنسبه للهيستوري، هو بس عنده painful lower thigh بقى له 4 شهور، البين progressive ما بيستجبش للانالجيزكس وعنده مينيمال سويلنج. الاكزامينيشن لقينا المايل سويلنج وعنده تندرنس على اللور ثاي. اوكي، طالما انا لقيت ان العيان ده عنده بين بروجريسيف ما بيستجبش للانالجيزكس خلاص لازم اعمل انفستيجيشنز. طيب نيكست، اول حاجه خالص بنطلبها ايه؟ اكس راي. عملنا الاكس راي لقينا المنظر اللي قدامنا ده. خلاص انا لسه مش عارفين ده ايه، بس واضح ان في مشكلة في باثولوجي موجود. خلاص ليجن موجود في الديستال فيما ميتافيزيال، واضح ان هو سكليروتيك او بون فورمينج. خلاص يبقى ده هيجايد اكتر ناحيه ان احنا بنتكلم على اوستيوساركوما، شكلها شكل الاوستيوساركوما. اوكي، بون فورمينج ميتافيزيال وميل 19 ييرز يعني تقريبا السن بتاعها والهيستوري بتاعها. فانا شكيت ان العيان ده عنده حاجه مالجنت. اوكي، دي مش شكلها حاجه بناين. طيب يبقى هعمل ايه؟ همشي في الستيجنج اللي احنا قلنا عليه، لوكال وسيستميك. هعمل له لوكال، هعمل له ام ار اي والكونتراست على الهول بون، وسيستميك هعمل له سي تي تشيست وبون سكان. بعت العيان يعمل الام ار اي والكونتراست، خلاص جه ده الاكسيال كاتس، دي الكورونال كاتس، وباين هنا في الكورونال كاتس ان العيان حصل له فراكتشر. اوكي، بقى في عنده فراكتشر في الديستال فيمر. نيكست، دي السيرجيكال كاتس بتاعه. يبقى انا كده عملت الام ار اي، عملت اللوكال ستيجنج بتاعي مع الاكس راي، فاضل لي الحاجات سيستميك. ده البون سكان، خلاص سوليتال ليجن موجود في الديستال فيمر، ما عندوش حاجه ثانيه غير الليجن ده. سي تي تشيست فري. يبقى انا دلوقتي فاضل لي ايه؟ بايوبسي. خلاص؟ لاست ستيب ان انا اخد بايوبسي من الليجن، وطبعا البايوبسي بانواعها سواء كانت اوبن او كور بايوبسي. خدنا بايوبسي من العيان طلع كونفنشنال اوستيوساركوما. اوكي؟ طيب الاوستيوساركوما بقى التريتمنت بتاعها ايه؟ دي حاجه لازم نبقى محفوظه، هي من الحاجات اللي ما فيهاش نقاش. العيان بياخد بري اوبرتيف او نيو ادجوفنت كيموثيرابي، وبعدين بيجي يعمل العمليه، وبعدين ياخد ادجوفنت او بوست اوبرتيف كيموثيرابي. ده بروتوكول ما بيتغيرش. اوكي، طب العيان اتكسر، هل ده هياثر في اي حاجه في المانجمنت بتاعتي؟ لا، هعمل له كبيره وهيروح ياخد البري اوبرتيف او نيو ادجوفنت كيموثيرابي بتاعه، وبعدين هيجي برده عشان يعمل العمليه. هو نفس البروتوكول سواء العيان كان اتكسر او ما اتكسرش. اه ممكن الكسر ده يفرق في الديسيجن بتاع العمليه بقى نفسها، هينفع اعمل له ريسكشن ولا مش هينفع، دي حاجه ثانيه، بس البروتوكول هو هو كيموثيرابي، عمليه كيموثيرابي. اوكي، الاستاذه دي يا دكتور وائل ان هي بتعمل لي ومع الكيموثيرابي ده الفراكشر ده بيلحم او بيلزق نوعا ما، فاه بيعمل ريليف للبين، وبيجي العيان ساعتها بعد الكيموثيرابي وقت العمليه ما بيبقاش عنده اوكي. طيب يبقى احنا دلوقتي اهو الاوبشنز اللي موجوده عندنا ايه؟ مش الاوبشنز اللي مكتوبه دي مش كلها صح، انا كاتب اوبشنز كتير عشان نتكلم فيها. يبقى العلاج بتاع الاوستيوساركوما ان هو هنبعت العيان ياخد كيموثيرابي، وبعد كده يجي يعمل عمليه، وبعدين ياخد بوست اوبرتيف كيموثيرابي. مفيش حاجه اسمها راديوثيرابي في حاله اوستيوساركوما. وطبعا اي مالجنانت تيومر بالنسبه للعمليه علاجه ايه؟ وايد ريسكشن. مفيش مالجنانت تيومر بيتجحد، ولا في مالجنانت تيومر بيتعمل له مارجنال اكسكشن. كله وايد ريسكشن. وبعد كده اشوف بقى انا ممكن احط موديلر بروتيسز، ممكن اعمل فيبيلا، يعني على حسب المكان بتاع التيومر وعلى حسب وضعه. في اوبشنز مختلفه، ممكن اعمل امبيوتيشن لو هو مثلا ديورو فاسكولار باندل، لو في عنده بايوبسي متاخده في تراك غلط، عنده كونتامينيت، يعني في اسباب كتير. بس
سواء ان انا هعمل لمب سالفج او امبيوتيشن. اوكي؟ طيب الكيس الثانيه ده بوي 9 years old جاي بيشتكي من سوالين في الثايد بقاله شهرين وبين عنده فيفر وعنده كونستيتيوشنال سيمبتومز برضه في ويت لوس البين ده بروجريسيف برضه ده نوت ريسبوند تو انالجيزكس في الاكزامينشن لقيت عنده سوالينج والسوالينج ده تندر في طفل 9 سنين بالسيمبتومز دي ممكن اشك في حاجتين من دي يا اما تيومر يا اما ممكن اوستيومالايتس انفكشن خلاص فاول حاجه هطلبها له ايه اكس راي الحاجه اللي بنطلبها دايما اول حاجه الاكس راي ظهر عندنا المنظر ده اوكي برضو المنظر ده ممكن يبقى انفكشن وممكن يبقى تيومر يعني برضو الاكس راي دي ما تقوليش ده ايه بس همشي في السكه بتاعت الستيج نفس الكلام اعمل له ام ار اي وذ كونتراست واشوف المنظر لو لقيت والله الام ار اي وذ كونتراست بيقول لي ان دي حاجه مالجننت خلاص همشي بقى في سكه السيستميك ان انا اعمل له بون سكان وسي تي تشيست لقيت الام ار اي ده اكتر ناحيه الانفكشن خلاص ممكن ابدا اخد بايوبسي وامشي في سكه الانفكشن طلبنا له ام ار اي وذ كونتراست ظهر المنظر ده اوكي نيكست كمان واحده ده منظر الام ار اي بتاع العيان خلاص واضح قوي من المنظر ده انه صعب قوي يكون ده انفكشن صح يبقى انا اكتر ماشي ناحيه السكه بتاعت تيومر مالجننت تيومر انا برضو ما اعرفش المالجننت تيومر ده ايه خلاص بس انا مشيت في سكه المالجننت بون تيومر خلصت العيان اللوكال ستيجنج انا في الام ار اي كده ايه اللي يخليني يعني السوفت شو اكستند الرهيب ده السايز بتاعه اه السوفت شو اكستند الرهيب المنظر اللي اسمه سحيك الاجزيه الفاتس عامله ازاي خلاص فاكتر ناحيه لا ده مش انفكشن صعب قوي ده انفكشن ليه وبعدين الانفكشن بيبقى ليه زي مارجنال انهانسمنت كده في الام ار اي بيبقى ليه برضه شكل كاركترستيك شويه بس ما تقدرش تحلف برضه يعني ما فيش ام ار اي تبص عليه تقول ده 100% انفكشن ما فيش الكلام ده بس ممكن يجايد ناحيه حاجه معينه خلاص يبقى هنعمل له السي تي تشيست طلع فري عملنا له البون سكان طلع برضه الانسوليتري ليجن يبقى روحنا لاخر ستيب في التشخيص اللي هي بايوبسي اوكي طلع المنظر بتاعه راوند سيل تيومر ايوين ايه سارسكوف اتفضل البايوبسي هي اخر خطوه في التشخيص انت عايز تخلص كل الانفستيجيشنز بتاعتك الاول والبايوبسي هي اخر خطوه في التشخيص اوكي ممكن يكون في البراكتس مش ده اللي بيتعمل بس اللي لازم نبقى عارفينه نظريا ان البايوبسي ات از ذا لاست ستيب ان دايجنوستكس اوكي لو راوند سيل لازم اعمل سكرين ولا مش لو راوند سيل لازم اعمل ايه لازم اعمل سكرين ولا ايه خلاص غالبا سكرين اميونوفينوتايبنج ده اصلا عاده بيحتاجوا يعملوا اميونوفينوتايبنج لان راوند سيل تيومرز دول كتير في ديفرنشال دايجنوستكس كبير للراوند سيل تيومرز فعاده بنحتاج نعمل اميونوفينوتايبنج فور كونفيرميشن اوكي نفس العيان راح طيب التريتمنت بتاع الايوينج ساركوما ايه؟ نفس كيموثيرابي وبعدين سيرجري بس الفرق بقى هنا ما بين الايوينج وما بين الاوستيو ساركوما انها راديو سنسيتيف يعني ايه؟ يعني انا ممكن ما اعملش عمليه لعيان ايوينج وادي له راديو ثيرابي وممكن اعمل عمليه وادي له راديو ثيرابي الاثنين لكن هو زيه زي الاوستيو ساركوما انه قبل العمليه لازم كيموثيرابي وبعد العمليه لازم كيموثيرابي دي حاجات ما فيهاش اختلاف يعني هو برضه هياخد نيو ادجوفنت وهياخد ادجوفنت كيموثيرابي المرحله اللي في النص ممكن تبقى سيرجري بس ممكن تبقى راديشن بس ممكن تبقى الاثنين اوكي ده الفرق ما بينها وما بين الاوستيوساركوما اللي هي ما فيش فيها راديو ثيرابي خالص تمام بعدنا العيان ياخد البري اوبراتيف كيموثيرابي بنعمل له دايما عاده ام ار اي بعد الكيموثيرابي تاني لان الايوينج ساركوما من الحاجات اللي حجمها بيقل جدا بعد الكيموثيرابي اوكي فده كان المنظر الام ار اي بعد الكيموثيرابي برضه واضح الفرق ما بين الام ار اي ده وما بين الام ار اي اللي كان قبل الكيموثيرابي واضح ان سوفت تيشو اكستنت اختلف ازاي هو ده مكان الكور اه اوكي بس انا بس عارض ايه عشان نشوف الفرق فيه الفرق ما بين سوفت تيشو اكستنت قبل الكيموثيرابي وبعد الكيموثيرابي اوكي طيب خلاص عرفنا ان العيان ده ايوي خد الكيموثيرابي بتاعه زي ما قلنا المرحله اللي في النص هي اللي بتختلف على حسب بقى هل السايت ده اكسسبل اقدر اوصل له بسهوله اقدر اعمل له عمليه بسهوله ولا لا
همشي في سكه العمليه، لا السايد ده مش اكسسبل، او التيومر ده فيري هيوج عشان اشيله بوايد مارجن، العيان هيحصل له كوموربيديتيز كتير، يبقى ساعتها همشي ناحيه الراديوثيرابي اكتر. يعني ساعتها بقى في كلام في الموضوع ده. بس طبعا بنفضل اكتر في السن الصغير بالذات 9 سنين ما بنفضلش الراديوثيرابي، لان الراديوثيرابي ليه مشاكل على الفتره المدى البعيد، بيعمل سكندري ساركوما وبيعمل مشاكل ثانيه كتير، فكل ما بقى ناحيه السيرجري يبقى افضل. لكن ساعات بنشوف سيتويشنز تيومر ما ينفعش يتشال وايد مارجن، اوكي جاي في السيكرم، جاي في الفيلفس، جاي خلاص مش هينفع اشيل كل ده، فبلجأ لي السيرجري الراديوثيرابي لو التيومر مش هينفع يتشال باي سيرجري. اوكي وين هنعمله اهو هنتكلم اهو، هنقول يعني هل العيان ده هياخد، احنا خلاص اوريدي بعتناه ياخد كيموثيرابي، فاحنا دلوقتي في المرحله اللي في النص، هل ينفع اديله راديوثيرابي بس؟ لا. هل ينفع اعمل له راديوثيرابي ويروح ياخد كيموثيرابي؟ اه ينفع، ينفع، احنا لسه قايلين ممكن هو خد الكيموثيرابي اللي قبل العمليه خلاص، احنا دلوقتي بنتكلم في المرحله في النص والمرحله الجايه، ممكن تبقى راديوثيرابي بس وبعدين ادجوفنت كيمو، اه اعمل له هيبس ارتكيليشن ممكن برضه وارد، بس لازم ساعتها ايه؟ يعني الكيموثيرابي ممكن ما يكونش من الاول، يعني ما يكونش من الاول، يعني ما تديش مع الكيموثيرابي الاول، لا يعني هو الاول كيموثيرابي بس، الكيموثيرابي الاول والكيموثيرابي في الاخر دي ما فيهاش كلام، المرحله اللي في النص هي اللي فيها الكلام، عمليه ولا راديوثيرابي ولا عمليه وراديوثيرابي. طيب هل ينفع يعمل هيبس ارتكيليشن؟ اه ينفع، بس لازم ياخد برضه بوست اوبرتيف كيموثيرابي، دي نقطة مهمة قوي، إن مش معنى إن أنا عملت للعيان امبيوتيشن إن هو ما ياخدش الكيموثيرابي اللي بعد العملية. الكيموثيرابي اللي بعد العملية ملوش دعوة أنا عملت لمب سلفج ولا لأ. ده حاجة عشان السيستم. أوكي؟ طيب هل العيان ده ينفع يعمل وايلد ريسكشن وبروتيسز وبوست أوبرتيف كيموثيرابي؟ أه ينفع. وايلد ريسكشن وموديولار بلس أور ماينس راديوثيرابي وبعدين أدجوفنت كيموثيرابي؟ ينفع. خلاص؟ هو مش الهدف إن أنا ألخبطكم. اوكي انا بس عايزكم تبقوا فاهمين القصه بتمشي ازاي. يعني انت لو جه سؤال زي ده في الامتحان او كيس زي دي في الامتحان، انت لازم تكتب الاختيارات دي كلها وفي الاخر تقول ان انت بتفضل الاختيار ده. اوكي يعني لما يجي يقول لك ايه الاوبشنز اوف مانجمنت، اه العيان ده ممكن يعمل هيبس ارتكيليشن، ممكن ياخد راديوثيرابي، ممكن يعمل وايد ريسكشن وموديولار، ممكن يعمل وايد ريسكشن واكسباندبل عشان هو 9 سنين، وايد ريسكشن وهيب فيوجن وفاسكولارايزد فيبيلا، كل الاوبشنز دي صح. بس ما تنساش ان في كيموثيرابي في الاول وفي كيموثيرابي في الاخر، وتكتب ايه بقى الاوبشن اللي انت بتفضله في عيان زي ده. نفضل ايه؟ زي ما قلنا ما نفضلش الراديوثيرابي في السن ده، خاصه ان ده تيومر نقدر نوصل له بسهوله، نقدر نعمل له وايد ريسكشن بسهوله، يبقى الافضل ان انا اعمل له وايد ريسكشن و اكسباندبل بروتيسز او موديولار بروتيسز وات ايفر، ويروح ياخد البوست اوبرتيف كيموثيرابي بعد كده. اوكي؟ نعم. لو عيان جه ده انت عملت هيبقى اختصار ريليشن ولا عملت له ريديو بعد الراديو؟ يعني كويس يعني. انت لو في الام ار اي ينفع تعمل له لمب سالفج، اكيد اللمب سالفج احسن من الامبيوتيشن. لا يعني لو هو عيان على حسب بقى الام ار اي وعلى حسب البايوبسي متاخده صح ولا لا، وعلى حسب حاجات كتير اللي هي دي بقى الانديكيشنز اوف لمب سالفج او الكونترا انديكيشنز اوف لمب سالفج. لكن اكيد لو العين ينفع يتعمل له لمب سالفج هيبقى احسن بكتير من انك تعمل له هيبس ارتكيليشن. فاهم قصدي؟ وبعد كده هتبعته برضه ياخد البوست اوبرتيف كيموثيرابي. معلش كلام، انت خدت ريديو السيرابي، ريديو السيرابي، وانت ده هو هياخد الريديو السيرابي، ما انا لسه بقول لحضرتك اهو لو هو ينفع يتعمل له ريسكشن بنعمل له ريسكشن افضل بكتير من ريديو ثيرابي، لان ريديو ثيرابي ليه مشاكل على المدى البعيد بالذات في طفل عنده 9 سنين. لكن افرض ان التيومر ده ما ينفعش يتعمل له ريسكشن، او في مكان هيعمل موربيديتيز كتير، هشيل له البلفس كله، طالع له في السيكرا، طالع له في الاسباين، مش هينفع اعمل وايد ريسكشن ولا حتى ينفع اعمل امبيوتيشن، فهضطر غصب عني ان انا الجا للراديو ثيرابي بمشاكل. وهي بس اللي انا قصدي اوصله ان هي ميزه الاوي ان هي راديو سنس، ده اللي فرقها عن الاوستيو ساركوما. الاوستيو ساركوما انت ما قدامكش الاختيار ده، فاهمني؟ فدي فده على حسب الـ ينفع الورم يتشال بوايد مارجن ولا لا، اكيد يبقى ده احسن اوبشن. عادة لما يفك الغرز، يعني ما بنحبش ان احنا ناجل قوي البوست اوبرتيف كيموثيرابي، مجرد ما العيان جه بعد 3 اسابيع ولقينا الجرح كويس وفكينا الغرز بيروح، يعني غالبا بيبقى من 3 اسابيع لشهر بعد العمليه بيبدا البوست اوبرتيف كيموثيرابي بتاعه.
هي دي 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 يمكن مش بتاعتنا احنا قوي يعني مش احنا اللي بنحددها قوي بس هي بتبقى 4 to 6 weeks بس في بروتوكولز كتير بقى يعني في بروتوكولز كتير فيه وكل دكتور او كل مكان بيتبع بروتوكول معين بس هي عاده يعني بتبقى بيقعدوا يدوله من 4 to 6 weeks وبرده لازم نستنى بعد البري اوبرتيف كيموثيرابي بنستنى فتره اسبوعين ثلاثه يعني هو من اخر جرعه لان طبعا بيبقى فيه بون مارو سبريشن من الكيموثيرابي فما بنفضلش ان العيان يبقى انيميك الوايت بلاد سيلز تبقى قليله البليتلتس تبقى قليله فبنستنى شويه لحد ما السي بي سي بتاعته تبقى كويسه وتقريبا بناخد لها اسبوعين بعد اخر جرعه. اوكي؟ برضه فاريبل بس ما بتبقاش 4 to 6 weeks بقى بتبقى اكتر بتبقى حوالي 6 شهور. بتبقى حوالي 6 شهور. طيب كيس نمبر 3 دخلنا بقى في سن كبير ميل 68 years اشتكي من progressive swelling في الجروين والثاي بقى له 7 شهور الاكزامينيشن عنده limitation of movement في الهيب وعنده tender swelling في الثاي اوكي عملنا الاكس راي الاكس راي ما فيهاش حاجه واضحه قوي ف مشينا العيان الاول على شويه العلاج انالجيزكس والكلام ده جه بعد اسبوعين ثلاثه برضه بيشتكي ان مفيش اي تحسن رغم ان الاكس راي بتاعته فري وانا بالاكزامينيشن حاسس ان فيه سوالين هطلب له ايه؟ هطلب له ام ار اي طلبنا ام ار اي لقينا السوفت تيشو سوالين اللي موجوده اوكي وباين هنا برضه فيه الانزيال كاتس تمام برضه هشوف المنظر ده هشك ان انا بتكلم على حاجه مالفنا نفس الكلام هعمل له سي تي تشيست وهعمل له بون سكان وهلجا لاخر ستيب اللي هي البيوبسي عشان اشخص دي ايه. ايا كانت هي طلعت ايه؟ سوفت تيشو ساركوما. اوكي؟ وات ايفر الانواع طبعا في انواع كتير جدا. تمام؟ طلعت فدي سوفت تيشو ساركوما. طيب السوفت تيشو ساركوما بقى ايه هو الـ ايه هو المانجمنت بتاعها؟ ايه المانجمنت بتاع السوفت تيشو ساركوما؟ ايه؟ وايد ريسكشن اكيد زي اي مالجننت تيومر خلاص زي اي حاجه هنعمل وايد ريسكشن زائد ريدي لا ما في لا ما فيش كيموثيرابي يعني ايش؟ في انواع ممكن تاخد كيموثيرابي بس مش عايزين نتلخبط احنا بنتكلم في الحاجات المين البيزك اللي هي لازم نبقى عارفينها السوفت تيشو تيومرز وايد ريسكشن بلس راديو ثيرابي تمام ده اللي احنا لازم نبقى عارفينه وحافظينه اوكي في بقى ناس بتتكلم هو الراديو ثيرابي ده يتاخد قبل العمليه ولا بعد العمليه برضه في ناس مع كده وفي ناس مع كده وده صح وده صح بس كل حاجه ليها مميزات وعيوب اوكي بس في الاخر هو وايد ريسكشن زائد راديو ثيرابي تمام الوايد ريسكشن ده برضه بمختلف انواعه ممكن ان انا اخش اشيل التيومر بس ممكن ان التيومر ده ما ينفعش يتشال فاضطر اعمل امبيوتيشن ممكن يبقى التيومر ده نايم على البون مثلا او بدا ياكل في الكورتكس فلازم ساعتها هشيل التيومر واشيل البون حته من البون اللي هي افكتد ايا كانت طريقه الوايد ريسكشن بس هي وايد ريسكشن زائد راديو ثيرابي زي ما قلنا البري اوبرتيف راديو ثيرابي صح والبوست اوبرتيف راديو ثيرابي صح بس هو بياخد واحده بس يعني ما فيش بقى قبل وبعد هو الراديو ثيرابي يا قبل يا بعد اوكي وده ليه مميزات وده ليه مميزات تمام اخر كيس معانا هي في ميل 80 سنه عندها هيب بين بقالها 3 شهور الحاله اللي كان لسه دكتور وسام بيتكلم عليها عيانه كبيره في السن جايه بتشتكي من هيب بين بقالها 3 شهور اول حاجه هنشك فيها ايه؟ اوستيوارثرايتس سواء هيب بين سواء ني بين الكلام ده اكيد اول حاجه هشك فيها اوستيوارثرايتس اوكي كتبنا لها علاج واديناها ادويه جت برده بعد اسبوعين ثلاثه شهر مفيش اي تحسن خلاص مش هتخسر حاجه لو عملت اكس راي اكس راي بس يعني اعمل اكس راي تمام عملنا الاكس راي لقينا المنظر ده خلاص مش مهم مش مهم هي ايه بس في حاجه غلط خلاص ده مش اوستيو ارثرايتس خلاص يبقى هعمل ايه كلام نفس الكلام نفس الكلام مره يخرج سي تي تشيست وبون سكان في الاخر اخد بايوبسي زي ما حضرتك قلت هو من الاكس راي
دي شكلها شويه كاركترستيك للكوندروساركوما. اوكي، بس ده مش هيمنعني ان انا امشي في نفس الطريق اللي انا بمشي فيه. لازم السؤال ده لما يجي في الامتحان لازم نمشي في السكه دي، ان انا اي عيان باخد منه هيستوري وبعدين بعمل له اكزامينشن وبعدين بطلب منه الانفستيجيشن. الانفستيجيشنز ايه؟ ببدا باكس راي، شكيت ان دي حاجه مالجنانت، نتيجه بقى الفيتشرز انها مثلا حاجه ال ديفايند وحاجه مش عارف يعني الفيتشرز بتاعه المالجنانت، همشي في سكه الانفستيجيشنز بتاعه المالجنانت. خلاص، حتى لو شكل الاكس راي واضح ان دي اوستيوساركوما، لا حضرتك لازم تمشي في السكه دي. حتى لو واضح انها كوندروساركوما، لا لازم تمشي في السكه دي، ملهاش حل. خلاص، عشان هي دي طريقه التفكير اللي نفكر بيها، لان الامتحانات دلوقتي بقت كيسز، فهو انت اللي مطلوب منك انك تمشي بالسكيما دي. اوكي، طيب طلع ده المنظر في الام ار اي سي تي تشيست فري البون سكان سوليتري، خدنا بايوبسي طلعت فعلا كوندروساركوما. ايه هو التريتمنت بتاع الكوندروساركوما؟ وايد ريسكشن. بعمل معاه حاجه تاني؟ لا بالظبط، ولا بتاخد كيموثيرابي ولا بتاخد راديوثيرابي. خلاص، علاج كوندروساركوما سيرجن، ملهاش حل تاني. خلاص، السيرجري بقى بانواعها، ليمب سالفج او امبيوتيشن، والليمب سالفج هعمل موديولار ولا هعمل فيديلا ولا هعمل، كل دي ملناش علاقه بالسكه دي، بالريكونستراكشن هيختلف، مفيش مشكله. لكن الاساسي ان انا لازم اعمل وايد ريسكشن، وهي راديو ريزيستنت كيمو ريزيستنت، فهي ما بتاخدش اي حاجه ثانيه. طبعا في حاله زي دي هنفضل ان احنا يبقى نعمل لها ايه؟ معانا 80 سنه والتيومر بتاعها يعني يتعمل له ريسكشن بسهوله والكلام ده كله، خلاص يبقى وايد ريسكشن و موديولار. خلاص، دي الاختيارات زي ما قلنا. طبعا مفيش حاجه اسمها كيمو ثيرابي ولا راديو ثيرابي في الكوندروساركوما، ولا قبل ولا بعد ولا في النص ولا اي حاجه خالص. العمليه بقى على حسب زي ما حضرتك تحب، زي ما قلنا هيب ريسكشن وايد ريسكشن وموديولار، كل ده صح، بس احنا اكتر مع الوايد ريسكشن والموديولار طالما هي حاجه ينفع يتعمل لها لمسه. اوكي؟ انا بس يا جماعه بعد اذنكم دكتور وائل، يعني سمبليفايد الموضوع ربنا يكرمه قدر الامكان. قصه في اللي حضرتك تحط في دماغك سكيم تمشي عليه قبل ما نقعد نحفظ وندش وانواع الساركوما، الكلام ده موجود في الكتب. عيان جاي عنده كلينيكال ساينز ريد فلاج، سواء كان طفل او كان كبير، هنعمل له ستيجنج زي ما الدكتور وائل قال بالوضوح اللي عمله الدكتور وائل. مفيش بات سي تي، مفيش سي تي اب، الكلام ده ما بنعملوش في الساركوما. البات سي تي له انديكيشنز معينه هنعرفها مع محاضره الميتاسيس. السي تي اب ده ما بنعملوش في حالات الساركوما. هو ستيجنج ثابت بنعمله. المحاضرات بتاع الدكتور مصطفى بون سكان مش روتين، مش اي يعني عنده تيومر بون سكان بون سكان بون، لا خالص. البون سكان له انديكيشن، والبيوبسي كمز ات ذا اند اوف ذا ستيجنج. والستيجنج زي ما الدكتور وائل وضح مشكورا، واعتقد انه عمل سكيم واضح جدا ليكوا عشان ما تتلخبطوش. ستيجنج معناها ان انا بعرف العيان في انهي ستيج، في انهي مرحله، هل هو الديزيز ده وايد سبريد ولا لوكال. والمالجنان ديزيز يا جماعه از سيستميك ديزيز، يعني في خلايا في الدم زي ما خلايا موجوده في العظم. فالكيموثيرابي ملوش علاقه، حضرتك عملت امبيوتيشن ولا عملت ليم سالفج، كيموثيرابي هو حياه العيان. يعني لما يجي العيان يقص ساركوما خد كيموثيرابي وعمل جراحه، هو كده ما اتعالجش، هو هيموت لو ما خدش البوست اوف الكيموثيرابي. فالستيجنج بتاع المالجنان تيومر ثابت زي ما الدكتور وائل قال بالظبط، امتى تقلق ان العيان ده عنده مصيبه سواء كان طفل صغير او كبير، وتعمل له ايه، وايه نوع الاشعاعات اللي تطلبها، وايه نوع البيوبسي اللي تطلبها. سي تي جايدد كور بيوبسي، سي تي جايدد كور بيوبسي، وفيري رير بنعمل اوبن بيوبسي، فيري رير ما بنعملهاش تقريبا دلوقتي خالص. واخر حاجه انا هكتب عارف مين بنديله كيمو ومين ما نديلوش كيمو، ومين بنديله راديو ومين ما بنديلوش راديو، ونستيج العيان ازاي. ده الهدف من الايه؟ من الامثله الواضحه اللي قالها الدكتور وائل. تمام؟ الميتاستاتيك المحاضره الميتاستاتيك بقى توضح لكم الامور زياده ان شاء الله. لابس لابس ملهاش اي دور في الساركوما اصلا. في ناس بعض الناس بيتكلموا عن ال دي اتش في البروتس، الكلام ده لا. مفيش لابس عندنا في الساركوماز تقول دي اوستيو ولا ايه، مفيش كلام. دول بس عندنا في مالجنس. نعم؟ دول بس عندنا في مالجنس. اه
في اس ار بقى عالي بيعلى في كل حاجه ما تقدرش. هو الاستيجن عشان مسخص زي ما الدكتور وائل قال بالظبط. وطبعا حضرتك تقدر يعني الست اللي عمرها 80 سنه اللي عندها ليجن ان ديفايند ووجع ما بيروحش اكيد عندها مصيبه. اللي عنده سوالنج ما بيروحش وعنده يعني فاهمين قصدي يا جماعه. تقدر تحدد ايه المالجنت وايه البيناين بناء على اللي احنا قلناه دلوقتي. شكيت انه مالجنت بتعمل له ستيجنج بالخطوات اللي احنا قلناها دي. لا بنزود خطوه ولا بنقلل خطوه. في حاجات تانية تتعمل بس ليها انديكيشنز بقى. مثلا شاكك ان في ريكارنس نعمل حاجه قصه ثانيه. لما احنا بنقول البيزك عشان لو جه سؤال يمسكوا ولا حاجه تبقوا عارفين ايه نجاوبه ازاي. تمام؟ محاضره المتاسس بقى توضح لكم الموضوع ازيد عن كده. اتفضل يا دكتور ابراهيم. اتفضل. الستاتيك بول ديزيز وهي برضه نفس الكلام اللي هي كيس ديسكشن كده. بس احنا عملنا 4 الاول بس انتروداكشن سريع كده. هو الستاتيك بول ديزيز هي الموست كومن كوز اوف ستراكتيف بول ديزيز اللي هي اكسبيرينسز اوف اذر بيشنز. والبول هو الثيرد موست كومن سايد فورم اوف الستاتيك ديزيز. ده اللي بيجي في الاولد ايج افتر 40 والموست كومن سايد تبقى السباين اكتر حاجه بعدها بروكسيمال ديمر بعدها الديمر. الباثولوجيكال فراكشرز موست كومن سايد تبقى فيها بروكسيمال ديمر وبعدها بروكسيمال ديمرس. ده الاول ما يحصل ديستال داسيت بلون ايه بلون الفو زي ما بيبقى من حاجات معينه زي اللنج كابس. الكارسينوما هنا اللي بتبعت للبون بيبقى بريست لنج ثيرويد رينال بروست. دي موست كومن برايمرز زي ما الدكتور سامي قال. احنا اول حاجه الكاريتا بيكشر بتاع العيان ده بتاع العقل اللي بيجي من تسبب كون زيت. اول حاجه عنده البين والبين يعني نوعين يا اما ميكانيكال بين بسبب كون ستراكشن او تيموجينيك بين اللي هو نوت ريسبوند للبين كيلرز وهو بيحصل اير ماتش. باثولوجيكال تراكشن ده بيبقى فيرست برزنتيشن في حوالي 30% من العيان اللي بتسبب كون زيت. واي عيان بتسبب كون زيت زي ما بنخش معاه في الديفرنشال دايجنوز المصري للميلوما والليمفوما والحاجات الميتابوليك. اول كيس هنشوفها دي كيس نمبر 1 ده 6 years old female patient presented with pathological fracture of shaft femur after brain trauma. عملنا الاكس راي دي في الستات طلع العيان عندها الليجن ده ليفيك سنترال ليجن دايزير والديفايند سكول كونستراكشن وفراكشر شاف فيمر. اول حاجه نبدا فيها هي الاستيجنج بتاع العيان. نعمل العيان سكان فراكشر ونبدا بالاستيجنج بتاعنا. الاستيجنج هنا هنبدا معاك من مبني شويه من الهيستوري الاول. اول حاجه في الهيستوري انت بتسعى طالب تروما اللي حصل فده دايما بيبقى عيان حصل له ماينر تروما او تيتا تروما. البين وزي ما قلنا في الورجانيك بين دايما عندك بيبقى جاي قبلها بفتره بقول بقى 4 5 شهور كان عنده بين في المنطقه ديت اللي اتكسر عليها. الكونستيوشن مانيفستيشن فيفر لوس ويت لوس ابيتايت حاجات ناس على الهيستوري كانسر ممكن عندي ولا كان انا عندي مشاكل بريست كانسر بقالي بقالي سنه الكلام ده. وندور على سيمتومز البرايمري لو مفيش هيستوري اوف كانسر نسعى على الموتس الماتوريه حاجات جديده بليدنج دايركتور اي سويلنج او ماس العين كان حاسسها في جسمه. نكست ده كده اول حاجه في الهيستوري. بعد كده بنروح للجنرال اكزامينشن بتاع العيان. بندور بنفحص عن شيست ابدومين ليمف نودز بريس ثيرويد ولوكال بندور على النيور ماسكولار ونحس بالسويلنج او الماس اللي كمان موجوده لو في سوفت تيشو ستيت موجود. بعد كده نبدا في اللابس. اللابس بعد كده نكتب الحاجات جنرال لابس العاديه سي سي والاي اس ار بي ليفر رينا فانكشن. في حاجات طبعا يعني اول حاجه في عيان زي ده هنكتب تيومر مركز بنطلب مثلا لو هي ميل لو ميل بنطلب بروستاتيك انجن. وفي حاجات في الفيميل مثلا بريس بيبقى كارسينوما انجن 125 في حاجات كل ريكتر كارسينوما بيبقى انجن ودراكسيلر بنطلب الف فيتو بروتين. دي التيومر مركز اللي بنطلبه عموما. لو حاجه ميتابوليك احنا بنطلب بارا سيرويد هرمون كالسيوم الكلاين فيتيز. لو مصر مجموعة 61 مصر مجموعة بنطلب بروتين الكتروفريسيس وبعدها لما بنتاكد بنطلب بعد كده عشان نتاكد مو مره اكسبريشن خالص. دي كده الجنرال لابس اللي بنطلبها في الاستيتيوم. بعد كده هنعمل العيان لوكال ايمجنج هو الام ار اي سكوتر سبول تون. وده عشان اكستنت السوفت يعني نشوف السوفت تيشو اكستنت بتاع الليجن ولو في سكيب ليجن موجود. الجنرال ايمجنج اللي هو التوكسيتي شيست سي تي ابدومين وبلفس. في الحاله اللي فاتت دي احنا لقينا بعد كده في رينال ماس. لو احنا بندور في الحاجات التايم جنرال ممكن نعمل ماموجرافي عشان نشوف لو في حاجه بس. بنطلب من العيان بون سكان وده عشان نشوف هي سوليتري ولا مالتيبل تاسس. وممكن نستعرض على كل الحاجات دي ان احنا نعمل بيت سي تي. ممكن نطلب بيت سي تي في الحالات اللي بتستهلك بون زيز زي الحاجات البرايمري تيومرز. في الحاله دي لقينا برضه انها سوليتري ليجن في البون سكان.
مادام سوليتري ليجن لازم ناخد لازم تبقى بايوبسي. ما نطمنش ان العين عندها هيستوري او في حاجه موجوده لينا ما سواء احنا خلاص شك يعني عندها برايمري ممكن في اسوشيشن ممكن تطلع دي ليجن ثانيه خالص حاجه مالهاش علاقه بالموضوع ده. فلازم بدام سوليتري ليجن لازم ناخد بايوبسي. وبعد ما خدنا بايوبسي فعلا طلعت لينا سيل كارسينوما. والفكره ان احنا ندور على برايمري تيومر في العينين دول مش ان احنا ندور خلاص القصه ان احنا بندت العين السرفايفل بتاعه ايه البروجنوسيس وعشان نعدل السيستم الكنترول بتاع العين اللي ماشيه عليه بعد ما نفكس الفراكشنز. نكست. بعد كده العين عملناها سيرج تكنيك من ده عملت فيكسيشن بالانترلوكينج جيمين سيرج جنريشن واتعمل كيوريتيف سيمنت للليجن اللي كانت موجوده. بعد كده بعثنا العيان بقى للدكتور الكولجي والشارك عشان يمانج القصه بتاعت لينا السيرج. يعني هيريسبوند كويس قوي للمانجمنت بتاعه بالكيموثيرابي. لو البريست برضو من الحاجات اللطيفه، لكن الهيباتوسيلر كارسينوما او الرينال سيل كارسينوما انت ما بتعتمدش قوي على البوست اوبراتيف كيموثيرابي او المانجمنت بتاعه، فبتعتمد على البون السيم بتاع عشان تعمل لونجيفيتي اكتر للكونتراكت بتاعه. هو لو سيرجري تسس من الرينال تقريبا ممكن يشيل ما انا دي كنت لسه هقولها في اخر رينال سيل كارسينوما كان قبل ما ما يطلع التارجت ثيرابي ده ما كانتش بتريسبوند لا الكيموثيرابي ولا الراديوثيرابي، فكنا بنعمل لها ريبليسمنت ما بنعملهاش فيكسيشن زي ما حضرتك بتقول. بس دلوقتي مع التارجت ثيرابي لا الموضوع اتحسن جدا وبقوا يستجيبوا كويس للسيستميك تريتمنت ده. كيس نمبر 2 دي 7 years old female patient جات باثولوجيكال فراكشر في السيرفايكال نيك تيومر على الرايت سايد. بعد الستيجنج هنعمل نفس الكلام برضه سيل فراكشر نبدا نعمل سيلينج اول الهيستوري بعد كده اكزاميشن جنرال لوكال نفس الخطوات اللي هي بعد كده لوكال ايمجنج وجنرال ايمجنج. فالمهم العينه طلعت عندها مالتيبل سيرف ليجن في البون سكان والسورس بتاعها هو البرايمري كولوريكتال كارسينوما. فال القصه برضه هي الستيجنج واحده في كل الحالات بتاع الستيرك موزيز ان احنا العين ما بنجريش ان احنا نعمل له العمليه. هي القصه ان احنا نسيرش الاول فور برايمري نوصل للبرايمري بتاعه ونعمل له سيننج كامل وبعد كده نبدا نشوف هنعمل له ايه سيجن ممكن بتاع العمليه الثانيه. الحاله دي عملنا لها باي كولر هيمي ارثروبلاستيك. نكست. وبعت بعد كده الفيرو برضه على الكولجي عشان يبداوا معاها التريتمنت سيستميك تريتمنت بتاعها. نفس العين. دي نفس العلم الشعب الكريم هتعمل لها بايكولر هيمي ارثروبلاستي وبعد كده عن 70 سنه وبعد كده بعد عشان تاخد التريتمنت بتاع الجنرال سيستم. ممكن تريك الصوره ولا لا؟ يعني العيان هنا عن بعد 70 سنه يعني وانا معايا ايه اللي يشككني في باثولوجي او الريبشر نفسه والالوجنز اللي والمود اوف تروم. يعني هو الهدف من المحاضره دي ان احنا الاول الفراكشر ده ايزي باثولوجيكال اور تروماتيك. ولو باثولوجيكال زي ما دكتور رأفت بيقول لازم ناخد الالجوريزم ده سيستماتيك كده علشان دونت ميس البرايمري. طب لو انا عملت ميسنج للبرايمري ايه اللي هيحصل؟ ان انا هاجنور التريتمنت بتاع السيستميك تريتمنت وبالتالي الجراحه بتاعتنا مش هيبقى ليها اي لازمه خالص. يعني في عينين احنا شفناهم عملنا لهم هيمي ريبليسمنت او فيكسيشن وما عملناش ريفيرنج للميديكال اونكولوجي علشان احنا ما عملناش ستيجنج وما شخصناش العيان كويس. ايه اللي حصل بعد شهرين ثلاثه جاي لك هو المفصل واقف لوحده في الاشعه الفيكسيشن واقف لوحده ليه؟ علشان الميتاستاسيس هي بروسيس اوف بريكنج داون اوف ذا بون. وانت قبل ما تعمل العمليه لازم تسال نفسك هو في اي حاجه انا هارست ذيس بروسيس ولا لا؟ لو ما عملتش ريست للبروسيس دي انت عمليتك ده غالبا انت يعني ايه اللي هو علشان سافاليتيف وحتى مش فاليتيف قوي هو السرفايفر شيب بتاع العيان ده غالبا ما دام مش بيريسبوند للسيستماتيك تريتمنت غالبا السرفايفر شيب بتاعه within few weeks فما فيش داعي انك تعمل العمليه.
فاحنا احنا مش بنأخر العيان فور نو ريزون، احنا بنأخره علشان نديله بيتر كير خلاص. فاحنا اول حاجه لازم نعرف اذا باثولوجيكال ولا لا، وباثولوجيكال جاي من ايه، ونشوف هو هيستجيب للسيستميك تريتمنت ولا لا، وبعد كده نعمل العمليه بتاعتنا. هو كان زمان كنا زمان بنعمل سي تي تشيست وسي تي ابدومن وعلى حسب بقى ماموجرافي وتيومر ماركرز خلاص. دلوقتي البيت الحمد لله يعني متوفر وبتاع بيوفر العيان، فانت بتخليه يعمل، هو ممكن يبقى اغلى من الفحوصات دي كلها، بس بيروح يعمل فحص واحد، فلو العيان اف كان افورد يعني بيقوم رايح عامل البيت على طول، يبقى انت كده وفرت سي تي تشيست وسي تي ابدون وبون سكان. لا بيت ما بنستخدموش وما عرفوش صراحه، هو البيت سي تي اللي احنا بنستخدموه. لا الفيس سي تي ده كل حاجه، ده بيجيب لك كل حاجه. البيت سي تي موجوده في سبايلز، يعني هل ده ده يعني اقصد الانفلاماتوري نفسها ممكن تظهر مؤخرا في حاجات في البيت سي تي. الانفلاماتوري ساعات بيظهر في البيت سي تي، بس هو احنا يعني هو البيت ده هو بيقول لك في مالتيبل بون ليجنز وفي الشيست كذا، وفي بيقول لك البرايمري، ويقول لك ساعات ان دي كمان مالتيبل مايلوما. هو لو في مثلا زي ما قلت كده اللي في ليجنز 10 هل بقى في احتماليه برضه دي ما تطلعش؟ وعلى حسب الابتيك بتاعهم وبياخدوا الليفر از ريفرنس، يعني انا تفاصيل البيت دي مش هو بيقول لي في الريبورت بتاعه السبيك ده اصلا هو بون سكيت هو غالبا يبقى هو ده البيت. قبل البيت لا ما اعرفش يعني مش عايز. على حسب لو هو يعني محتاج تخليه يبقى امبيولنس عشان يروح ياخد التريتمنت بتاعه بنبتدي بالجراحه. لو في كان يعني بي امبيولنس ممكن نخليه يروح ياخد السيستميك تريتمنت بتاعه ويرجع نعمل الجراحه بتاعته. يعني دي على حسب انت احتياجك، يور اسسمنت فور يور بيشنت، انت عايز تحط العمليه اب فرونت ولا تخليه ويذن ذا سيستميك تريت. طيب سؤالي بس بعدين، هنفترض عيانه مثلا كان عندها بس اب وعمل لها هذا كان ستيب مؤكده، وبعد مثلا خمس سنين جاب لنا باثولوجيكال كراش بروس مارتينيو، اتعامل معاها فعمل لها نفس القصه والستيجنج فروم ذا ستارت كان عليه لسه جاي، ما لقيتش برايمري والباثولوجيكال كراش بس هو اللي انا لقيته تاني. سوليتر سوليتر زي امشي بالالجوريثم. انا دلوقتي هناخد برضه بايوبسي وهنحللها، ايه ريليشن بقى ما بين البرايمري والسكندري كهيستوباثولوجي ككيمو ريديو ثيرابي؟ يعني لو مثلا البرايمري بتاعي كان كونجرسيكو مثلا كنت عمل له الوايت مارجن اكسيشن والكلام ده كله، وبعد كده خلاص نعديه، وبعد كده اكتشفنا اللي هو البرايمري كانسر، هل برضه نفس القصه مش هينفع معاه لا كيمو ولا ريديو؟ لان الفازر تيومر بتاعه هو كان الاورجن بتاعه كارتيليجينس، ولا احيانا بنلاقيها لا مختلفه وليها دي تاني؟ هو الميتاستاس المفروض ثيوريتيكالي تبقى نفس الباثولوجي الهيستوباثولوجي بتاع البرايمري تيومر. فهو نفس القصه، بيستجيب للكيمو بيستجيب ما بيستجيبش ما بيستجيبش. فعادة انت ساعات بتدي ريديو ثيرابي از اتين مانجمنت مش لوكال كنترول، فاهم قصدي ازاي؟ بس الحته بتاعت مع انا ما فهمتش برضه امتى تقدر تعمل هو لو انت شايف ان انت الفيكسيشن لوزي وفي في كافيتي والنيل بتاعك عمال يلوك سيفر ان انت حضرتك تحط اسمنت تاوجمنت الفيكسيشن بتاعك. طب لو انت معكش اسمنت خلاص خربت الدنيا؟ لا ما خربتش الدنيا، وخاصة في الأورام اللي بتستجيب بسيستميك تريتمنت. يعني عينين لو احنا للأسف مش محضرين الإشعاع دي، مايلوما مثلا ما حطناش أسمنت بس راحوا خدوا التريتمنت بتاعهم الفولو أب إكس رايز، أنت هتشوف في بون فورميشن كويس جدا، فحصل خير في حتة الأسمنت. لكن لو عيان مثلا اتش سي سي رينا الباثولوجيز دي انت برضو والفيكسيشن في كافيتي كبير، لا اتس ماتش بيتر ان انت تحط اسمنت. يس
كيس نمبر 3 ده فيميل بيشنت 6 years old شيكن جام سبير رايت هيب بين نوت بليك بايل بين كيلرز هنا العيانه مش مكسوره لان العيانه بس بتشتكي جات في مرحله يعني نزلت في البين بس فعملنا الاكس راي على الهيب لقينا ان في ماكس ديتكس كيلرز ريجست بروكسيمال فيفر نفس القصه برضه هنعمل من نفس الاستيجن بتاعنا نبتدي بالهيستوري وبعد كده جنرال اكزامينشن لوكال اكزامينشن لابس اللوكال هنعمل ام ار اي كونتراست جنرال هنعمل بيت سي او ان احنا نعمل الشاست وابدومين ماموجرافي والبول سكان فهي طلعت بريست كانسر فهنا السؤال بقى العيانه فيكس ولا نوت فيكس؟ فهنا بقى لازم نبعت لهم ميرل سكور وده كلاسيفيكيشن معمول كده احنا ندي سكور للليجن ونقول هنثبت ولا مش هنثبت هو بيعتمد على اربع حاجات السايت والبين والليجن فايف والسايز وبياخد سكور سايت ابر ليمب بياخد واحد لور ليمب بياخد اثنين بيريتو كابين بياخد ثلاثه البين مايد موديل وفاير سرير الليجن بلاستيك ولا ميكسد ولا ليتك السايز على حسب الليجن واخد قد ايه السيركمفرنس بتاعت الكون اقل من ثلث اثنين اكثر من ثلثين لو حسبناها الحاله اللي فاتت هتلاقي انها بيريتو كابين فهناخد ثلاثه سرير اثنين هناخد ثلاثه ميكسد اثنين واحد اكثر من تو سير بتاع الكونفرنس فالعيانه دي اكثر من 8 فكده عن جوه فور ريفيكسيشن كبروفلاكتيك فيكسيشن هنا تعمل لها بروفلاكتيك فيكسيشن سيرج جنريشن انترنوكولي اور تيك هوم مسج ان اول حاجه دونت رش تو فيكس ذا بريشر بيفور ستيج زي ما شفنا ثاني حاجه ان لو في سوليتري ليجن في الفول سكان ده الايربر بايوبسي لازم تبقى بايوبسي ونيك شور من الدايجنوزز تالت حاجه ان لازم نريفير البيشنت للاونكولوجي بعد ما نخلص المانجمنت بتاعنا عشان التريتمنت تقسيم التريتمنت بتاع برايمر كيموثيرابي او تشارج ثيرابي وفي كمان البيست فانيتو نيوسيماب دي حاجات عشان تقلل الانسنس اوف سيرجيكال فراكشر لو عيان عنده مالتي متاسف. ثانك يو. شكرا. هو التاكل بصراحه كونسيستنت. تارجت ثيرابي. تارجت ثيرابي. لا ما ميديكال اونكولوجي بقى هو اللي يشرح لنا الحاجات دي كلها. انا ليك ايه يا دكتور؟ حدد الدرايفر ازاي؟ حدد الدرايفر سايت اللي هو ايه؟ يعني سوستيشن سربوما او اوستو سربوما. انا هقدر اوصل للدرايفر سورس ازاي؟ ما الاوستو سربوما ده از برايمري تيومر مفيش سورس في حاجه. يعني انا عايز واحد يشوف الاول بس اقدر اعرف ده برايمري ولا ميكس ما هنمشي بالستيجنج ده هتعمل هتعمل لوكال ام ار اي اولا السن هيحكم مع حضرتك السن يعني احنا كل الحاجات دي الاولد ايج يعني عيان 50 60 70 جاي لك بامبندنج فراكشر او باثولوجيكال فراكشر انت اول حاجه هتروحها في الاربعه ديفرنشال دايجنوزز اللي الدكتور رافس كان بيقول عليها المالتيبل بايلوما والليمفوما والميتابوليك والميتاستاز خلاص ات كود بي برايمري يس ات كود بي برايمري بس احنا لو مشينا بالالجوريزم اللي احنا لسه قايلين عليه هيستوري تيكينج في هيستوري من اذر ديزيز وهيستوري من سيرجريز البين كان شكله ازاي المودوس روما شكلها ازاي لو مشيت بالالجوريزم ده عملت بون سكان طلع سوليتري ليجن طلع سوليتري ليجن تبعته على طول وذاوت ثينكينج ان حضرتك تاخد منه بايوبسي لما يطلع بايوبسي هو الباثولوجي بقى بيقول لك يا اما اوتيو ساركوما كوندرو ساركوما او اسامتاسس فروم انذر اوريج في ساعات بنعمل الستيجنج كله وما بيطلعش فيه ما بيطلعش فيه برايمري بس الباثولوجي قايل لك وهي سوليتري الباثولوجي قايل ان دي ايه ميتاسيس في انتيتي كبير قوي اسمه متاسس في انون اوريجن ده ليه بروتوكول كيموثيرابي وانت هتمانج ات از متاسس في اللنج ادينوكارسوم تمام ممكن يبقى من اللنج نفسها اللي فيها تمام وممكن يجي مثلا الليفر والثيرويد فانا هقول همشي ازاي بقول احنا يعني البروتوكول يعني اوصل من ده السايكولوجي بتاعه فين؟ من السبيسيتي تشيست وسيتي ابدون هيقول لك ده البرايمري فين؟ مش ما هو يعني هو ممكن السورس اوف برايمري احنا بيت سي تي بيحل المشكله دي اول حاجه تعمله سي تي ابدون فلتس ما هو تعمله بيت يعني عملت له بيت طلع فيه ليزر ميديستاين
تاخد منها بايوبسي. فاهمني يا حضرتك؟ هو ستيجنج ثابت ثابت ما بيتغيرش. ستيجنج ثابت ما بيتغيرش. فهمت قصدي؟ سي تي تشيست سي تي ابدومين تيومر ماركرز بلازما بروتين الكتروفوريسيس برا ثايرويد هرمون وبون سكان دول ستاندرد كده اي عيان باثولوجيكال فراكشر جاي لك او امبندنج فراكشر. بيشنت ده اللي احنا بنقوله يمشي على الالجوريثم هيقول لك نفس الالجوريثم نفسك بصمت النهايه في طبعا سيتويشنز انت زي ما حضرتك لو انا فهمت حضرتك صح في سيتويشنز انت ما بتبقاش عارف ويتش از ويتش بس ده اتس فيري رير وده مش موضوعنا دلوقتي يعني ده برايمري ولا ميتاستاتيك ومين بدا فين الاول ده سؤال حضرتك ده يعني مش ده في سيتويشنز كده وبنقابلها فيري رير ومش موضوع المحاضره موضوعنا ان احنا باثولوجيكال فراكشر امبندنج فراكشر نمشي مع الاعيان ده ازاي من اول الهيستوري من اول الانفستيجيشن من اول الايمجينج وان احنا ما نعملش على طول فيكسيشن ونختار الميثود اوف فيكسيشن بتاعتنا وان احنا دونت اجنور التريتمنت بتاع البرايمري تيومر بتاعنا ده الهدف من المحاضره انا اللي انت عايز تديه للعيان يعني لو واحده مثلا 40 سنه او حاجه و30 سنه وبريست كانسر دي عندها لسه يعني عندها وقت هو البريست كانسر والثايرويد والبروستات من الحاجات اللي عندها لونج سرفايفر فانت ما تعملهاش ريبليس لو انت تقدر تجيب لا في الريزلت دي فهو سؤال السرفايفر اهم من البرايمر السؤال بعدين مصاب ستيج 3 مثلا بيبقى ايه عندي فاليد مفيش راديكال ريسبشن خالص تتكلم في ايه احنا معانا في الميتاستاسيس مفيش راديكال جريد 2 بي مثلا او جريد 3 بي جريد 2 بي ممكن يبقى راديكال انما لو وصل ميتاستاسيس تقصد وايد ريسبشن وايد اللي هو انبورت ريسبشن تمام ان انا اقصد لو هو وصلنا ان هو جريد 3 بي ما فيش يوم ان انا اعمل راديكال هو ال 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 لا يعني مثلا عيان عنده اراوند ميت تيومر انكروتش للجوينت بس وي دونت وي عشان ميكس كل حاجه يوصل بتاستاتيك ديزيز يعني بتاستاتيك ليجن كبير بتاستاتيك اوستيو سارما مثلا في التيومر يبقى هي كده مثلا جريد 2 بي بتاستاتيك ادرو كارسينوما مثلا ولا بتاستاتيك اوستيو سارما يعني لا انا اقصد الباثولوجي بتاع هو ده انا عملت اكس راي ومشيت الابروتش عندي في ليجن في سكيب ليجن بالبول تيمر الباثولوجي ايه بقى البايوبسي طلعت ايه مثلا لا ادينو كارسينوما بعد كده العيال ده بتستخدم الاستاد يبقى مفيش رول راديكال تقصد امبيتيشن يعني لا ما اقوله لو اقول في مره ريبليسمنت لو هو قصده كده يعني لا ان انا اعمل باليت تريتمنت مع تريتمنت البرايمري مع تريتمنت تفرق لو كان اوستيو سابور طبعا هيبقى راديكال قصه بقى ثانيه خالص هتبقى راديكال انا هعمل له هيب ديس ارتكليشن ده دكتور وسام عيان اوستيو ساركوما ومكسور في مسرج وما لحقش ده برضه انديكيشن ان انا اعمل له وايد ممكن تديله ترايل اوف سيلف بس هاي انسنس اوف ريكارنس طبعا
ممكن تعمل له امبيوتيشن ممكن تعمله سيرجري بس بعد الكيمو ثيرابي ما تروح يعني انت لو هتعمله حاجه ايميديت اون بريزنتيشن بباثولوجيكال هتعمل له امبيوتيشن طبعا يعني لو كوندرو ساركوما مش اوستيو فانت مش هتبعته ياخد كيمو ثيرابي خلاص فده امبيوتيت على طول لكن اوستيو ساركوما واي وينج لا ابعته ياخد كيمو ثيرابي ان شاء الله ان شاء الله يا يلزق يا يهيل خلاص والاثنين اديله ترايل اوف ليمب سالفج لو هو ريسبوندينج وسالفج 70 سنه